قررت أن يكون العام 2016 عاماً للشباب المصري. لكل شباب العالم انهم يجوا هنا مصر، ارض السلام والحضاره، ارض المحبه، يشاركونا افكارنا ومقترحاتنا والمواضيع اللي بتهمنا وبتهمهم. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. أعتقد أنه على الجميع أن يعمل على إنجاح مؤتمر الشباب القادم، على اعتبار أنه ينتقل من المحلية إلى العالمية. مؤتمر هيحضره وفود يمثلون كل شباب العالم بالإضافة إلى رؤساء دول، وكمان المجموعات اللي بتقوم على هذا العمل الكبير هي مجموعات شبابية متطوعة، ولا تتكلف الدولة جنيها واحدا في هذا المؤتمر. الأهم من كده إنه شوفوا إزاي لما تبقى في لغة حوار بين شباب من كل دول العالم ويحدث ذلك في مصر وأمام رئيس الدولة، وبالتالي بيكتسب هذا الحوار أهمية على اعتبار انه بالتاكيد هيبقى مفيش حدود، يعني واللي عاوز يسال من كل دول العالم اي اسئله، اللي عاوز يتناقش في اي قضيه، اللي عايز يتحاور في اي موضوع، كل ده هتلاقوه في مؤتمر. اعتقد انه هيكون بمثابه مؤتمر للحريه بين شباب العالم، بالاضافه كمان الى انه لما يحدث ذلك في مصر فاحنا امام حدث عالمي وليس محلي. طب تعمل على انجاحه ازاي؟ بانه الناس تتحمس له وتتابعه بدقه وتتابع تفاصيله، واحنا طبعا هنبقى نتابع معاكم هذا المؤتمر الضخم الموسع بكل التفاصيل اثناء انعقاده، هنتابع معاكم يوميا هذا المؤتمر. لكن تعالوا كمان نفكر ونشوف مع الشباب اللي نجح بهذه الأفكار وبهذه الفكر، وشوفوا ازاي يبقى في تواصل للاتفاق مع شباب من العديد من دول العالم، وتبقى في جمعيات ومنظمات مهمة جدا هتحضر، ويبقى في قادة ورؤساء دول هيشوفوا هذا الحدث، شباب قدامهم بيتكلم وبيتحاور بلا حدود وبلا حواجز. وحتى هتلاحظوا في الإعلان عن أهم قضية يمكن أنها تجمع الناس زي ما قلنا قبل كده، هي قضية السلام. إزاي أنك أنت تعمل السلام بين الشعوب، وأنك تبني وأنك تزرع الحب وتنزع الكراهية، كل ده لما شباب العالم، لك أن تتخيل شباب من مختلف دول العالم هيقعدوا يتكلموا مع بعض على أرض مصر وأمام رئيس مصر وفي حضور عدد من قادة دول العالم ورؤساء الدول، بالإضافة إلى منظمات وجمعيات عالمية مهمة جدا. هنبقى نتابع معاكم تباعا إيه أهم التفاصيل والمستجدات في هذا المؤتمر الضخم والموسع الذي أعتبره بمثابة حدث عالمي مهم جدا بيقام على أرض مصرية، ينتقل من مؤتمرات الشباب التي شاهدناها في السنوات القليلة الماضية إلى نطاق العالمية. العالم كله بيتكلم، الشباب بيتكلم وبيناقش كل القضايا، وهنا مصر للطيران حتى دعما وتشجيعا وتسويقا للحدث العالمي، زي ما انتم شايفين اهو وضعت الشعار
شعار المؤتمر بهذا الشكل اللي انتم شايفينه، واللي اعتقد كمان انه فيه اكثر من مؤسسة واكثر من جهة يمكن كمان انها تسوق وتدعم هذا المؤتمر باشكال مختلفة بما فيها نحن في وسائل الاعلام. دعونا نتابع كل التفاصيل معاكم ان شاء الله في الايام القادمة. ايه اهم الافكار، ايه اهم المحاور، ايه اهم الجلسات، اهم الشخصيات اللي هتحضر. احنا امام حدث عالمي ضخم هنتابعه معاكم بالتفاصيل ان شاء الله. قبل ما نتابع معاكم قضايانا المحليه كمان، العمليات الارهابيه ما فيش شك في سيناء تحديدا يعني كان متوقعا في ظل انك اجهضت عده عمليات ارهابيه، وفي ظل كمان انك خلال ايام قليله صحيح لسه هيمنت قوات الامن بعد اتفاق المصالحه وبعد حكومه الوفاق الوطني هتبتدي تشتغل من غزه، لسه قوات الامن هتبتدي تنتشر. بالتاكيد هيبقى كان متوقعا في ظل النجاح اللي حققته مصر اقليميا في اكثر من مجال وفي غزه تحديدا، كان من المتوقع انه يقول لك لا تعالى نعمل عمليتين ثلاثه للرد على نجاح مصر في غزه بهذا الشكل. هنا كمان لما تشوفوا صور البعض يقول لك طب ليه نشر صور الارهابيين؟ لانه بتلاقي في الجانب الاخر البعض دايما يقول لك ايه لما يشكك في بيانات القوات المسلحه، لعبه كده بتلعبها وسائل اعلام عالميه يعني. وفقط تتكلم عن مقتل جنود وضباط الشرطه يعني، وتتعامل معاهم على انهم قتلى. مفيش حد بيستخدم تعبير او مصطلح او لقب شهيد يعني. لا، بيستخدموا شوفوا في وسائل الاعلام الاجنبيه وايضا في قناه الجزيره. وعشان كده هنا الحرص الشديد من المتحدث العسكري انه يقول لك طب الناس ما تتكلمش عن ما الحقناه بالجماعات الارهابيه من خسائر يعني. كمان كان في العريش، هنجيب لكم حتى بعض المشاهد بعد قليل، كان في مشاهد لاقتحام بنك، واقتحام بنك هنا طبيعي ان الجماعات الارهابيه هتاخدها بقى في تفسيرات مختلفه، اما انه داخل في انه عنده مشاكل متعلقه بالتمويل اللي بيجيله او عمليات التضييق ربما قفلت منافذ التمويل، فبدا يشوف انه ازاي يعمل اقتحام لبنك ويسرق فلوس يعني. لكن ده مش معناه ان التمويل توقف او انعدم يعني، لكن عند لحظه ما ربما تلجأ الجماعات الإرهابية لهذا النوع من العملية. هل العمليات الإرهابية بتضعفنا يعني؟ لا، بالعكس بتقوينا وبتزيدنا صلابة وبتؤكد فعلا ان احنا لابد من تطهير سيناء من هذه الجماعات الإرهابية. وانا واثق ان شاء الله بعد ان قوات الامن تبتدي تشتغل على الحدود مع غزة هتلاقي في اجهاض لعمليات ارهابيه كثيره، بالاضافه لاغلاق منافذ تهريب سلاح وافراد واموال وغيرها. نشوف القضايا المختلفه اللي هنناقشها معاكم. عايز يا جماعه تشوفوا الشكل، لو احنا عايزين لما هنناقش ازمات ومشاكل هنقول طيب احنا هنشوف مشكله زي دي فمش هنسيبها الا لما نشوف ازاي نعالجها. هل ممكن العائلات ينقلوا اولادهم على مواسير ميه عشان يوصلوهم للمدرسه؟ واقعد بقى تابع المشهد. لا، كان في قبل كده يعني شوف ده واحد اهو على وشك انه يقع، بس نجيبه من الاول يا جماعه يعني. هو فين من في حد بيحاول يجيبه؟ ده يا جماعه مشهد لا ادمي. وتعالوا نقعد كلنا ونشوف يا جماعه ايه اللي ممكن نعمله للناس دي، ونعمله للناس دي خلال اسبوع او اسبوعين. مجتمع مدني ورجال اعمال وكله، هل انا اسيب الناس ماشيه على مواسير بهذا الشكل؟ في ناس ما معاش تدفع للمركب ده فيقول لك لا اما اخد ما معهوش وما سيبوش انا يعني، واللي عاوز يلحق فبياخد المواسير.
يعني هل نصل للحاله ان تبقى الماسوره هي وسيله نقل وانتقال؟ وده موجود الحقيقه، احنا جبنا لكم حالات كتيره بالشكل ده. طيب محمد رمضان احد سكان مركز سيدي سالم في كفر الشيخ. استاذ محمد اهلا بيك. السلام عليكم يا زوائد. عليكم السلام ورحمه الله. المشهد ده حقيقي ولا انا بشوف فيلم هندي ولا ايه؟ حقيقي يا فندم، والله حقيقي حقيقي بالصوت والصوره قدامك حقيقي. يعني الـ 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 الناس كده يعني بتنتقل بالمواسير بهذا الشكل. انا شايف في مركب ولكن الناس طبعا برضو بتاخد المواسير. يعني مفيش وسيله انتقال؟ احنا كان عندنا سلوك يا فندم من شدها بالحبل الاول، فلما جينا اتكلمنا مع المجلس جه شغلنا وقال هنعمل لكم كوبري. تمام، يعني هو قال المدرسه الطلاب السنه دي هتخش على الكوبري، الكوبري ان شاء الله هيتعمل السنه دي. لحد النهارده مفيش لا كوبري ولا في اي شيء، اضطرينا ان احنا نجيب مركب زي دي وبنعدي عليها الطلاب نوديهم المدرسه ونجيبهم. طيب يعني هم وعدوكوا بكوبري وما حصلش؟ وعدونا يا فندم وجم عملوا رسم. طب انا بصوا بقى يا جماعه اللي شايل بنته ده، يعني دي لو هيسقط في الميه كده هو وبنته. شوف شايل بنته، ما عندوش وسيله يوصلها للمدرسه الا بهذا الشكل يعني. طب هل نسيب الناس دي يا جماعه؟ تعالوا نشوف ازاي نعمل لهم ايه. يعني كوبري ده هيتكلف كام؟ يعني لو المحافظه هنا مهمومه والمجتمع المدني هناك مهموم ورجال الاعمال واعضاء مجلس النواب مهمومين، فيقولوا ما نسيبش الطلبه كده وما نسيبش الاطفال بهذا الشكل بعائلاتهم يعني. وده واحد اهو زي ما بقولوا كان على وشك السقوط يعني، وجاله زميله وبيمشوا عشان يمشي على المواسير، يعني لازم حتى ياخدها كده وكانه بيرقص عليها يعني عشان يعمل توازن يعني. طيب استاذ عبد الخالق، استاذ عبد الخالق اهلا بيك. افندم انا استاذ عبد الخالق، نفس المشكله بتنقلوا اولادكم بهذا الشكل؟ ايوه يا فندم، ايوه نفس المشكله. انا فندم مفيش وسيله نقل ثانيه؟ لا يا فندم والله مفيش. هو زي ما حضرتك شايف كده كل يوم في نفس البهدله ديت، والاطفال بتعدي زي ما حضرتك شايف، ما عندناش مشكله غير ديت، كل يوم بنفس الحال ده. طيب يا جماعه ده طبعا في يعني مستحيل انه يبقى في القرن ال21، يعني سياده المحافظ المسؤولين، انتوا سيدي سالم مركز ايه يا استاذ عبد الخالق؟ سالم قريه ابو زهره. انتوا قريه ابو زهره مركز سيدي سالم؟ ايوه. طيب هل نسيب الناس يا جماعه كده؟ يعني والناس اللي على المركب ممكن تقع، ممكن تعمل يعني مشهد لا ادمي، وخلونا نشوف ازاي نساعد الناس ونتعامل مع هذه القضايا، في ان يا جماعه اللي عاوز حتى يعني يتبرع، حتى حد كده يقول لك والله انا من محافظه كفر الشيخ وما اقبلش ان محافظتي يبقى فيها كده. ايه يعني كوبري هيكلف كام لما 20 30 واحد نشوف نعمله ازاي يعني، خاصه انه مش كوبري هتمشي عليه ناقلات يعني. وبالتالي هنا ما ينفعش اسيب الاطفال يمشوا كده يعني. استاذ هشام محمد، استاذ هشام اهلا بيك. مع حضرتك يا زويل، مرحبا. عندك تعليق اضافي؟ يعني انا شايف ان دي رحله موت يوميه لنقل الاطفال يعني. حضرتك الموقف زي ما حضرتك شايف بالظبط في الفيديو كده واكتر كمان من كده. حضرتك يا زوايل، احنا بالنسبه لنا المشكله ديت متواجدين فيها كل يوم. بالنسبه للمشكله دي مفيش، مش لاقيين لها حل. هم قالوا لنا دلوقتي ان الكوبري ده اتخصص بعد ما عملوا هيئه الصرف، عملت له رسم كروكي للكوبري وحددت الميزانيه بتاعته 3 مليون جنيه، وقالت احنا هنتم التنفيذ فيه في 1/7 بناء على تصريح عملته الوحده المحليه استاذه الهام، طلعته على الوحده رئيس الوحده المحليه بقريه تيادة اللي احنا تابعين لها. ماشي، احنا هنحاول نوصل للمحافظ ان شاء الله ونشوف ازاي يتم الاسراع بذلك، ونشوف كمان مع الـ اللي عاوز حتى يعني لو فيها جانب للاسراع بكده، في ناس عايزه تتبرع وتساهم، لان الحقيقه ده مشهد لا ادمي
ويجب يعني الناس ما تنامش لغاية ما تصلح هذا المشهد، سواء في مسؤول في المحافظة أو حتى أعضاء مجلس النواب يقولوا طب إحنا نسيب إزاي دوائرنا بهذا الشكل يعني. اتفضل، عايز تقول حاجة تانية يا أستاذ هشام؟ ايوه يا استاذ وائل، مع حضرتك احنا بالنسبه لنا دلوقتي احنا بلد معدومه من جميع المصالح الحكوميه، ما عندناش اي مصلحه ولا مدرسه ولا مستشفى ولا غيره. بالنسبه للبلد الثانيه اللي هي القريه اللي هي قريه ابو عيطه، دي تعتبر مساحتها اقل من قريه ابو زهره بكتير، ماشي، تمتلك مستشفى ووحده بيطريه ومدرسه ذات فصل واحد ومدرسه ابتدائي واعدادي، وفعلا المصالح الحكوميه ما بيفصلش بيننا وبينهم غير البحر، بخلاف ان احنا عندنا ارض مخصصه لقطعه المدرسه من بقرار تخصيص رقم 384 لسنه 98 من السيد المستشار محمود ابو الليل راشد، تم التبرع بها من ورثه محمد ابو زهره لانشاء مدرسه، وصدر بقى قرار تخصيص من سنه 98 رقم 384 لحد النهارده لما يتم. طيب انا هتابع معاك وان شاء الله يا جماعه خلونا ننهي هذا المشهد اللا ادمي. نشوف المحافظه هتعمل ايه، ونشوف فاعلي الخير واعضاء مجلس النواب ورجال الاعمال والناس اللي ممكن تساهم يعني. أنا واثق كالعادة هنلاقي البعض يتصل بنا حماسا لإنقاذ أطفال ونشأ من مصير سيء في رحلة موت يومية، مع أنهم رايحين المدرسة، رحلة مستقبل يعني. قضية مدرس الكيمياء، قضية مدرس الكيمياء اللي كان بيشرح بطريقة ليست لائقة. احنا طبعا قلنا ان استنى شوية نحاول نوصل للمدرس، احنا كعادتنا بنجيد الوصول للاشخاص وبننفرد دائما في القضايا اللي فيها قضايا رأي عام، بننفرد بين الاشخاص نفسهم، بنجيبهم ونتكلم معاهم لانها قضايا مجتمعية بتكشف. اللي انتوا سمعتوه ده اللي مش هينفع نعرضه يعني، هتبقى تشوف بعض حاجات منه لكن عليها صفار، هي دي ثقافة السناتر اللي بتشكل وعي الطلاب والناشئ في مصر الآن. أنا وعي تشكل في مدرسة كنت فيها بشوف إزاي تحية العلم ما تتهزش، ويعني إيه إذاعة مدرسية، ويعني إيه أنشطة ورياضة، ويعني إيه التزام وانضباط شديد لما كانت المدرسة مدرسة. دلوقتي لما أصبحت السناتر أو المؤسسات البديلة الدروس الخصوصية، لما أصبحت السناتر بديلا للمدارس، للأسف الشديد كمان دول بيشكلوا وعي النشأ والأطفال بشكل مختلف. يعني إيه بشكل مختلف؟ بالشكل اللي انتوا شايفينه، تلاقي فيه كلمات إباحية وسوقية، والمدرس ده ابتدى عشان يسهل للناس بدأ يعمل لهم للأسف الشديد إسقاطات جنسية، ومش اسقاطات كمان، ده كلام جنسي واضح يعني، كلام جنسي واضح عشان يشرح لهم يسهل لهم المادة يعني. طيب قلنا نسأل بعض الطالبات، بعض العائلات يعني. صدمت، هم مش شايفين ان في مشكلة. لا يا جماعة في مشكلة، السناتر دي حسب ما يطلق عليها يعني، هم جمعوا السنتر يعني، جمعوها كده سناتر، واصبح مصطلحا هي المؤسسة البديلة للمدارس في مصر الآن. وبديلة ليه؟ بتشتغل من 8 الصبح، بتشكل وعي النشأ والأطفال، بتعلمهم كده. ما تعرفش ايه اللي بيحصل فيها بقى، ممكن يبقى تلاقي فيها مخدرات، وتلاقي فيها صفقات ايه، وهتلاقي ايه لما تلاقي فيه مدرس بهذا الشكل عشان يسهل للطلاب بعض المواد، يبتدي يعمل لهم اسقاطات جنسية، والعلاقات بين الولد والبنت ونوعية البنات ايه، ده بيعمل كده، بيشرح الكيمياء بهذا الشكل، لك ان تتخيل يعني. فقلنا يعني اللي تمكننا من الوصول اليه ان احنا شفنا المنطقه، وقلنا نسال الطالبات اللي حضرنا نفس الدرس عشان تشوفوا ازاي خطر من الخطر ان انا اسيب السناتر. مش دروس خصوصيه بس، لا، ده ثقافه بتنتشر في المجتمع خلاص، مؤسسات بديله، المدارس ماتت وهذه أصبحت مؤسسات بديلة هي اللي بتشكل وعي النشء والأطفال. بنت متدلعة، بنت عادية، بنت أي بنت قديمة وتمشي مع أعمل فيها إيه؟ سيبني يا ابني بس.
هل انت تتقبلي ان يختلط الاباحيه بالتعليم؟ هو ما ينفعش وكل حاجه يعني ليها حدود عامه. وهو ممكن حصه فعلا فاتت كان يعني ممكن تخط الحدود قوي وكده، بس اللي انا سمعته ان هو بيبسط عندهم المنهج وعلمي بقى، يعني بيشتكوا كتير المنهج بتاعهم صعب وكده، فهو بيبسط لهم الحاجه. يعني انت لو لقيتي مدرس عندك في يعني بيبسط المعلومه ولكن في ايحاءات زي اللي حصلت دي عادي، المهم عندك المعلومه؟ على حسب بصراحه. المهم عندك المعلومه، الايحاءات دي مش مشكله يعني. لا هو ما ينفعش طبعا يعني حتى كل يعني في ناس بتقول يعني كده بس بحدود يعني يبقى في ايحاءات بس بحدود اللي هو بقى مش قوي كده يعني. مش قوي. هو اول مره يتكلم بالايحاءات الجنسيه دي؟ هو احنا معتادين يعني على الطريقه دي ان هو بيتكلم كده، بس احنا بنفهم منه كده، بس هو الحصه اللي فاتت ممكن يكون زود شويه. طب هل اهلك في البيت وصلهم الموضوع ده؟ هما شافوا الفيديو بتاعه على طول. كان رد فعلهم ايه؟ ماشي هو زودها شويه، بس هو يعني احسن طريقه عشان افهم مثلا بالنسبه لنا. اصلا كلنا متضايقين اصلا عشان السنتر مشاكل بصراحه. انتوا متضايقين عشان لكن هو يعني بالنسبه لكم موضوع عادي جدا، وهو معتاد ان هو بيشرح بالاسلوب ده. احنا مش بنركز يعني في الطريقه، احنا بنركز في الماده العلميه، مش بنركز بقى احنا بناخد ايه المشكله ان يبقى في ماده علميه مهذبه وطريقه يعني طريقه شرح مهذبه. طيب ما انا لو لقيت ماده كده علميه مهذبه ومبسطه هاخد مع المدرس، لكن باقيين بيصعبوا الدنيا فانا هاخد مع ده. لا انت بتفهمي منه اكتر عشان الاسلوب بتاعه، عشان طريقه شرحه. الايحاءات دي بتساعدك في انك انت تفهمي؟ لا عشان يعني طريقه شرحه، لكن الايحاءات عادي. طيب اذا ايه اللي يخليه يضيف الايحاءات ديت الخادشه للحياه، ويعني ايه اللي يخليه يضيفها للشرح يعني ما دام هو بيوصل لكم المعلومه بطريقه كويسه؟ الله اعلم، بس اعتقد يعني ان هو بيكون عايز يكون ليه لنفسه كاريزما خاصه يعني. لكن في النهايه انت مش معتقده يعني، انت بس بيهمك الجزء الماده العلميه اللي انا باخدها، هو انك انت بتستوعبي من هذا المدرس. ايوه كده الطريقه انا بفهم كده خلاص. اقوى المدرسين. طب ليه بيدمج الجنس بالعلم عشان يوصل معلومه يعني؟ هو شايف سيدي. هو شايف ان دي هتثبت المعلومه في دماغ الطالب. البيت دي الواد الصغير انا دلوقتي طبعا داخل سنتر المجد التعليمي بمدينه الشيخ زايد، والسنتر ده اللي كان شهد واقع المدرس الكيمياء اللي كان عمل بعض الايحاءات الجنسيه اثناء الشرح للطلبه الملتحقين هنا بالسنتر ومعنا مدير السنتر. انا عارف طبعا انت كان ليك رد فعل قوي جدا تجاه هذا المدرس، وما كنت استبعدته تماما من طبعا. هل استبعدته من تلقاء نفسك انت حرصا على سمعه المكان، ولا كان في ضغوط عليك من الطلبه واولياء الامور والطالبات و... لا بالعكس، لو حضرتك شفت البوست اللي انا نزلته على الصفحه الرسميه بتاعت السنتر، الاولياء معظم الطلبه لا عايزين المدرس، ما كانش عليا ضغط من اي طالب خالص. القرار قاطع من السنتر انه ما ينفعش، احنا في الاول وفي الاخر تحت اسم مؤسسه طلبويه، في طلبه عايزين ان هم يقدروا مكملين. اكيد الطالب ده اصلا الطالب اللي عايز يمشي لمجرد ان هو شايف الموضوع بمستقبله بشكل شخصي. حضرتك برضه دخلت عندي على الصفحه، انا في حد من الناس اللي هم اتحاد الطلبه، واحد من اتحاد الطلبه مشهورين اسمه مشهور، دخل بيقول لي لا انت ما ينفعش تمشي دلوقتي، انت كده هتسوى واحد. الطالب واصل بشكل شخصي، انا واصل للموضوع بشكل عام. حتى حضرتك لو سالت عليه في اي سنه في اي منطقه من امبابه، شرق السودان، هرم، زايد، هنا اكتوبر، هو معروف جدا ليه اسمه يعني، وراجل ليه فيديوهات على اليوتيوب. ده خلاص يعني هذه الشهره والسمعه او هذا التاريخ ممكن يهدر ويحطم يعني بواقع زي دي. واقع يعني المدرس بيقول يعني تنحات او الكلام حضرتك جنسي، والكلام حضرتك دلوقتي بتقوله ينفي كلام الطلبه ان هو كان بيقول كده قبل كده. لا، ان هو لو كان حصل ده قبل كده كان هو انتهى. انا ربي وكبره من اسباب عباد الجليل، بعد ما ربيته وكبرته طلع عباد الجليل اكتشفت انه ابن حرام. طبعا يا جماعه تاني، بس قبل بس ما نشوف ما نعلق تاني على ده، معايا منى ياسين طالبه في تانيه هندسه
ومنى كانت تلميذه يعني على ايد نفس المدرس قبل كده يعني. يا استاذه منى اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. منى المجتمع صدم من الطريقه شويه اللي فيها عشان ابسط المواد للناس اعمل لهم اسقاطات جنسيه بهذا الشكل. يعني انت موافقه على انت موافقه على الطريقه؟ هو يعني على الطريقه نفسها انا ما اقدرش يعني اعلق ده تمام، بس بتكلم يعني عنه هو شخصيا، هو شخص محترم جدا يعني حقيقه. ما طريقه الشرح ما لهاش علاقه بيه هو شخصيا يعني. لا ازاي هفصل الشخصيه عن طريقه شرحه؟ يعني واحد هو بيشرح كده فبقول ايه يا ابني كذا ويا كذا فيعني تمام. لا انا لا اقصده بس حاجه واحده، ان هو عشان برضو ناس بتهاجم خايفه على يعني على اولادها على الطلبه اللي بتروح، ف يعني حضرتك بس تبقى فاصل ما بين تعامله هو شخصيا مع الطلبه او مع اي حد. لا يعني هل انتوا هو بيشرح لكم كان بيستخدم نفس الاسلوب؟ يعني بس هو يعني كان نفس الاسلوب. طب هل معقوله يا منى تبقي انت قاعده وتسمعي مصطلحات جنسيه بهذا الشكل، فيها علاقات جنسيه؟ بس حضرتك هو بس عشان اوضح حاجه، بس الشابتر ده اللي بيتشرح دلوقتي ده ما كانش في منهجي انا تمام. هي القضيه مش منهجك ومنهج غيري بس تمام. لا انا اللي اقصده بس ان هو يعني لا ما ك كال يعني ك كال هو برده مش قصدها، مثلا هو خد ايه ان حته مثلا كلمه اوكسالات حديد دي هو عايز يوصل لهم ان هي الرمز بتاعها صعب تمام، فعايزهم يحفظوها. مدخلات حديد، اوكسالات حديد، اوكسالات حديد، اوكسالات حديد. فهو بيتكلم عن ان المركب ده اصلا اوعي تقولي الالفاظ اللي هو بيقولها اصل. لا 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 خالص، المركب ده بيتسخن في المعمل بس. طب يعني هل يا جماعه يعني ده انحطاط يا منى ان مركب بتسخن في المعمل، فاقوم اعمل ازاي العلاقات بين الولد والبنت ازاي يعني؟ هو انا بس بتكلم فيه مع حضرتك يعني. ايه يا جماعه احنا ايه اللي حصل لنا؟ احنا ليه بنستسهل يعني انا عشان اقول له افهمها ان المركب بتسخن في المعمل فاقوم اشرح لها العلاقة الجنسية بتعمل ايه علشان بتوصل لايه ده كلام ده؟ انا بس النقطة اللي بعلق فيها والاعداد مع حضرتك اتكلم معايا فيها المدرس نفسه قلق الطلبة انها تروح مع الاهالي انهم يبعتوا ولادهم ليه، بس ده طيب. دي النقطة اللي انا بشكرك يا منى، بس مش عايزين نستسهل يا جماعة في الحاجات دي، لان انت عارفة هتبقى لغة البنات كده، هيستخدموا احنا الحاجات اللي حطينا عليها صفارة دي هيستخدموا نفس التعبيرات يعني. خلاص هتبقى في قاموسهم العادي التقليدي يعني. وده بشكرك، وده خطر ما يطلق عليه يا جماعه السناتر او مؤسسات الدروس الخصوصيه. هي مش دروس خصوصيه بس بتاخد فلوس العائلات وموتت المدارس، او انها نمت بسبب موت المدارس ايهما يعني بغض النظر، ده قضيه تحتاج لبحث يعني. لكن المصيبه انها بتشكل وعي النشأ والأطفال والتلاميذ، خلاص هو بقى عايش في السنتر وبيحجز للسنتر وثقافة السنتر بقت مهيمنة عليه، فلما مدرس الكيمياء يشرح لهم ازاي الحاجات بتتفاعل مع بعضها البعض وبتسخن في المعمل بإسقاطات جنسية فالحال يبقى مصيبة يعني، والناس تستسهل ده وتقول لك ما احنا يعني عشان نفهم. ده كلام ده هل حد ممكن يقبل ده؟ وهنا القضيه مش قضيه المدرس ده، قضيه السناتر اللي اصبحت بديلا للمدارس تشكل وعي الناس. انا لسه بقول لكم مدارسنا اتعلمنا فيها الانضباط والحزم الشديد وتحيه العلم ازاي والانشطه وازاي انك انت لازم تذاكر ويبقى فيه امتحانات ونظام وانضباط. لما ماتت المدارس خلاص بقت السناتر او مؤسسات المجمعات الدروس الخصوصيه بقت هي البديل اللي بتعلم بقى
هتخطف عائلاتنا وتخطف الأطفال وتشكل وعيهم بشكل الحقيقة لا يمكن أتخيله أبدا. لو تسمعوا الكلام وده حصة واحدة يعني، فما بالك ببقية الحصص يعني. لو عمل بقى تفاعل مواد مع بعضها البعض هيقعد يعمل إيه ويقول إيه، وهو في دماغه بيسهل لهم ده بالإسقاطات الجنسية يعني. يعني أعتقد إنه وزارة التربية والتعليم يا جماعة ما تسيبش ده، وما تسيبش ده، هي مش قضية المدرس يعني. أنا في اعتقاد إن المدرس ده لا ارتكب فعلا فاحشا يعني، وما يتسابش، لأن البنات واللي قاعدين دول المصطلحات اللي هو قالها خلاص هتبقى جمل عادية في حياتهم، وبتكون أساسا لأي انحراف. ما بتبتدي كده بجمل بكلام وهكذا يعني. لكن كمان نبتدي نشوف خطر ثقافة السناتر المنتشرة على النشء والأطفال. مين؟ طيب، وهي الناس كانوا اهتموا، واحنا قلنا الحقيقة هنأجل ده لغاية ما نحاول الوصول للمدرس. هو كل ما نكلمه انتوا خربتوا بيتي، انتوا يعني مش انت السبب يعني، مش انت السبب في انك ده كده ينتشر. انا شفت الناس كانت بتشرح بطريقه مهذبه فيها علم، مش مفيش فيها جنس واسقاطات جنسيه وقله ادب ووقاحه يعني. واللي بيستسهل ده اقول له انت تقبل ان بنتك لما اجي اشرح لها التفاعلات الكيميائيه اعمل لها اسقاطات جنسيه بهذا الشكل؟ طيب هنبقى نتابع معاكم. طيب دكتور علاء عيد، مسؤول الشؤون القانونيه بوزاره التربيه والتعليم. دكتور علاء اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور. دكتور انا تاني يعني بنعيد تاني قضيه مدرس الكيمياء، واحنا الحقيقه كنا بس بنحاول نحقق القضيه وحاولنا الوصول اليه وهو رفض، لكن وصلنا لبعض الفتيات وبعض الأولاد اللي كانوا في الحصة وقالوا إن هو فعلا بيستخدم هذا الأسلوب وإحنا مش ضده يعني. فأنا صدمت واندهشت. الخطر إن ثقافة السناتر هتبقى كده. المدارس اللي كانت بتشكل وعينا لا، بقينا في ثقافة سناتر، وممكن يخطف النشء والأطفال بمصطلحات جنسية بهذا الشكل. هل الوزارة اهتمت وحققت في القضية؟ ده كلام حقيقي، وخلينا بس نحدد محورين في الموضوع. المحور الاول ما يخص الطالب، تمام، ده المحور الخاص، والمحور العام اللي هنتكلم فيه بعد ما نتكلم في المحور الخاص. بالنسبه للمحور الخاص، تمام، اللي هو ما يتعلق بالمدرس نفسه، طبعا الفعل بالنسبه لي هو فعل غير مقبول اطلاقا، تمام. تم تسجيل الفيديوهات اللي هي منتشره سواء على اليوتيوب او اللي حضرتك بتعرضها، تم التواصل بالفعل لهويه المدرس وشغال فين، ومش عيب ان احنا نقول ان هو شغال في مواد دي لماده من المواد الدراسيه في اداره تعليميه، اداره كمان يعني موجه. تم تحديد هويته بالفعل يعني، واتضح انه موجه كمان. تم تحديد الهويه بتاعته بالظبط، وجاري استدعائه في خلال الاسبوع الحالي يعني، غالبا بكره هيكون عنده استدعاء. الاجراءات اللي هتتخذ بالنسبه له طبعا اجراءات شديده جدا، هيتم وقفه عن العمل، تمام. هيتم التحقيق معاه، هيتم توقيع احدى الجزاءات المنصوص عليها في القانون 81، وهيتم ابلاغ النيابه العامه، اوكي. الامر ممكن يصل الى فصله يعني، يا اما موقع عليه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في 81، وده هيبقى جزاء رادع فوري، او باحالته الى النيابه الاداريه للمطالبه باحالته للمحاكمه التاديبيه، لان المحكمه التاديبيه هي اللي تملك فصل الموظف من الوظيفه العامه. طيب واتمنى يا دكتور نهتم بالجزء الثاني اللي انا اتكلمت فيه. السناتر بتخلق ثقافه جديده في المجتمع، و وللأسف أصبحت بديلا للمدارس، وإن شاء الله خطة الوزارة لإعادة الاعتبار للمدارس من جديد تخلصنا من هذا الكابوس يعني. هو ده المحور الخاص اللي هو ما يتعلق بالمدرس. ما يتعلق بالسناتر، لو وقت البرنامج يسمح في 5 دقائق كده اتفضل. اللي بيحصل بالنسبة للسناتر
عشان اصحاب السناتر نفسهم واولياء الامور والمدرسين اللي بيدوا في السناتر ياخدوا بالهم من الاجراءات اللي بتتم، لان الاجراءات دي الحقيقه مش ملقى عليها الضوء. تمام. هو احنا عندنا لجنه مشكله في الوزاره اسمها لجنه الضبطيه القضائيه، تمام كده. توتال العدد بتاع الاداره العامه للشؤون القانونيه كله لا يتجاوز 70 فرد كده، كويس. اللي بيحصل ان اللجنه لجنه الضبطيه القضائيه بتنزل تلف على السناتر بموجب بلاغ او بموجب تحريات بيتم تحرير محضر ليهم كده، كويس. بعد ما بيتم تحرير المحضر، المدرسين المتواجدين في قلب السنتر ده بيتم التحقيق معاهم، وبيتم التحقيق معاهم فورا، وبالفعل احيل عدد كبير جدا من المدرسين للمحاكمه التاديبيه. طب احنا احلناهم للمحاكمه التاديبيه ليه؟ يعني معالي الوزير الدكتور طارق شوقي بيوافق على الاحاله للمحاكمه التاديبيه. بمجرد موافقته على احاله المدرس ده للمحاكمه التاديبيه اصبح محال بالفعل، يعني منظور له دعوه تأديبية قدام المحكمة التأديبية. طب ليه الإجراء ده كان بيتم اللي هو الإحالة للمحاكمة التأديبية؟ للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة اللي هي الفصل، لأن الوزير لا يملك الفصل. الفصل ما بيكونش غير بقرار من المحكمة. تمام كده؟ بناء على توجيهات معالي الوزير حتة الإحالة للمحاكمة التأديبية لأنها بتطول الأمر قد يستغرق 3 سنين تقريبا على ما يتفصل. فتوجيهات معالي الوزير إن احنا نبدأ نفعل العقوبات المنص عليها في 81. طيب بعد ما بيتم التحقيق مع المدرس وبيتم تحرير محضر، اللي بيملك الغلط فعلي هو المحافظ، تمام طيب. كده الاجراءات التنفيذيه من المحافظ نفسه، فالوزير بيوجه. بشكر حضرتك يا دكتور، الف شكر. كمان امراض الكلى في نقص في الادويه، ونقص الأدوية كمان يا جماعة قضية، خلونا كلنا نشوف إيه الأدوية اللي ناقصة. إحنا قبل كده أطلقنا حملة من البرنامج متعلقة بمراكز الغسيل الكلوي لما حصلت فيها أزمة ومشكلة بسبب ارتفاع الأسعار وبسبب اختفاء بعض المحاليل، وأطلقنا هذه الحملة وبعض فاعلي الخير بالفعل دفعوا مكان المرضى في مراكز الغسيل الكلوي، لان مراكز الغسيل الكلوي كانت هتقفل، خاصه بقى ولا عامه، ما هي هتقفل، ما نقولش بقى اصلها دي مراكز خاصه، لا، المهم ان احنا سندناها من خلال هذه الحمله بعض، طبعا ما سندناش كله، يعني من تمكنا من الوصول اليه من خلال حملات. كمان نقص الادويه، تعالوا نشوف ايه الادويه اللي ناقصه، لان المريض مش هينفع يستنى دواء ناقص. وامراض الكلى تحديدا من الواضح ان في ادويه ناقصه كتير، ومش ادويه ناقصه كمان، وفي ادويه مش موجوده في صيدليات المستشفيات. طب المريض ما معهوش فلوس، طب يعمل ايه؟ احنا بنطرح هذه القضيه ونتمنى ان نجد اجابات، خاصة المريض هنا ما هوش عاوز لا بقى لا شقة ولا رحلة ولا، لا ده عايز أن يجد علاجه. فتعالوا كلنا نشوف كيف يمكن أن نجد حلا لهذه القضية. بقالك قد ايه ما بتاخدش العلاج؟ بقالنا يجي 3-4 اشهر بالعلاج ناقص على طول حضرتك. وقالوا لي روح صور الروشتة دلوقتي، راح صورها وبتعالى بعد كام يوم يصرف تاني للعلاج، ما نعرفش هيدونا ولا مش هيدونا. في السيليسيبت ناقص، السيتوكان، ميفوتك، العلاج الخاص بنقص المناعه، يعني بالمناعه الكلى. جبت من بره ولا اتصرفت ازاي؟ بنشتري من بره، وبعدين بره مش اي صيدليه موجود فيها. رحت دخلت الصيدليه في المستشفى قالوا لك العلاج مش موجود اللي انت بتصرفه كل شهر. لا مفيش. ما الصيدليه هي اللي بتقول لي، هو الدكتور بيكتبه لي، روح لصيدليتك. ما فيش 3 غسلات في الاسبوع، لازم كل غسله نوفر ابني، هيدوني في المطريه كام؟ هيدوني 8 ابر طول الشهر، يعني ممكن يكفوا ممكن ما يكفوش. كل ما اروح اصرف العلاج ما بلاقيش، بلاقي الحاجات اللي هي حاجات خفيفه اللي هو الكالسيوم، الفيتامينات، لكن الكورتيزولات والحاجات المفروض اخدها للمرض نفسه ما كنتش بلاقيها. احنا كنا شايفين ان الحل في المستشفى الحكوميه، اذا كان في العلاج او في الغسيل. احنا دلوقتي مش لاقيين المستشفيات الحكوميه ان هي بتساعدنا،
فنضطر ان احنا نغسل في مراكز بره، ولو عايزين نجيب العلاج بنجيبه على حسابنا بره من الصيدليات. بقى لها فتره اصلا الادويه مش موجوده، الايباريكس دوت ما فيهوش الا الايبوتين، وانا واحده من الناس قراري طالع ب 750 جنيه يعني في الشهر 125، ما باخدش الا اربع حقن. ما خدتش العلاج الشهر ده، والشهر اللي فات ما كانش علاج، كله حاجات ما لهاش لازمه اصلا لمريض الكلى، لما تفيدوش في شيء. يعني احنا بين الجلسه والجلسه دي ربنا الاعلم، بين اليوم اللي احنا بنبقى قاعدينه لحد يوم الجلسه احنا بنبقى عاملين ازاي. انا ببقى يعني صاحيه الصبح بدري، عايز اجي بدري عشان الحق اغسل. في المستشفى الحكومي كنا بنلاقيه، دلوقتي مفيش، مش موجود. والله نناشد المسؤولين بتوفير العلاج يعني بقدر الامكان. والله يا ريت المسؤولين يبصوا لنا بصه عطف. الغسيل والعلاج ده حياته، من غيرهم حياته بتقل طبعا. ما نشوف تعقيب من هيبقى في سؤال لشركات الأدوية، وهتبقى في أسئلة كمان لوزارة الصحة، وهيبقى في أسئلة مختلفة. طب نعمل إيه يا جماعة؟ تعالوا بس نشوف إزاي الأدوية المختفية أن نجد لها حلا أو علاجا، نعمل فيها إيه خاصة في أمراض ما تستناش. يعني مريض الكلى ده اذا ما خدش، انتوا عارفين يعني التسمم، نسبه البولينه بتزيد عنده، التسمم ممكن يقضي عليه يعني بشكل سريع. طيب الناس نتفاعل معاها ازاي؟ هنحاول نجد اجابات لهذه القضيه. طريق الكباش بالاقصر هتشوفوا بيتم الاعداد لخطة الإحياء اللي معمولة. يا جماعة تعالوا نشوف الجمال اللي موجود في مصر وإزاي يتم استعادته، لأنه كلنا ثقة إن شاء الله أنه الأقصر هتعود تاني مدينة سياحية قوية، لأنه خلال السنوات القليلة الماضية بفعل الأحداث المختلفة وبفعل يعني المؤامرات التي تحاك ضد مصر والتناول الغير منصف لقضايا مصر في الخارج بيخلي السياح في حالة الخوف يعني. بس إن شاء الله الأقصر تحديدا اللي هي منطقة جذب سياحي يحبها الأجانب بشدة هتعود أقوى مما كانت إن شاء الله. أقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وبكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. تستعد محافظة الأقصر لإعلان انتهاء العمل رسميا بمشروع إعادة إحياء طريق الكباش الفرعوني العظيم الذي يربط معبد الأقصر بالكرنك بطول 27 ألف متر، والذي سيساعد في جذب الآلاف من السائحين من مختلف دول العالم. تشهد محافظة الأقصر يعني حركة يعني غير مسبقة وغير عادية، وإعادة إحياء فتح طريق الكباش مرة أخرى. طريق الكباش يمتد من بداية من معبد الكرنك ومعبد الإله آمون رع، وسمي أيضا باسم بر آمون بمعنى بيت آمون، وإبت سوت بمعنى الدار البيضاء. طريق الكباش تقريبا يعني كده 3 كيلو مترات، كان بيصير فيه الموكب المقدس للإله آمون رع إلى معبد الأقصر لإقامة الاحتفالات. الطريق ده لو اتكلمنا عليه اللي بدأ بدايته الملك أمنحوتب الثالث. أمنحوتب الثالث اللي هو بنى النواة الأساسية لمعبد الأقصر، وعمل الحجرة، حجرة الولادة اللي بسببها كان تم تأسيس معبد الأقصر، وهو كان صاحب النواة الأساسية لطريق الكباش. وبعد كده اللي كملوا الملك نكتنبو الثاني اللي هو من الأسرة 30، قائد الأسرة 30 أو بدات الأسرة 30، اللي عمل الواجهة الشمالية بتاعت معبد الكرنك اللي بتبص على النيل على طول، هو اللي أكمل طريق الكباش. والله هو مشروع طريق الكباش ده كان حلم لكل أبناء الأقصر، وإحنا وأطفال كنا نحلم بأن الطريق ده يتم حفره وترميمه اللي هو واصل بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك. ولو تحدثنا عن الطريق باختصار، هو الطريق طوله حوالي 2700 متر،
وبيمتد من معبد الأقصر طبعا لغاية معبد الكرنك. أنا سعيد بأول زيارة لي إلى مصر، وسعيد بتواجدي في الأقصر ذات التاريخ الممتد لأكثر من 4000 عام. أرى أن الأقصر كبيرة جدا، ربما يكون عدد سكانها قليلا، لكنني أرى توسعات تجري هنا. أحس بالأمان هنا على عكس ما تصوره لنا الصحافة والإعلام الغربي. وسأدعو أصدقائي لزيارة مصر لدى عودتي. زي ما في جيل بنى وفي جيل جنى، احنا برضو جيل بيبني، عشان مش مهم ان احنا نجني، في جيل بيبني عشان جيل يجني، ممكن الجيل اللي بعد ابني هيجني ثمار المشروعات الضخمة اللي بتتعمل واللي بيتم تعميرها حاليا في الأقصر. والشمس تطلع كل صباح بفرحة والسماء تروح لفرق بلدنا. إن شاء الله تعود الأقصر أقوى مما كانت، ستظل عاصمة السياحة في العالم بما فيها من آثار يعني تجذب كل سياح العالم. تعالوا نشوف كمان، نرجع تاني للقضايا والأزمات والمشاكل. لما يموت حد داخل مستشفى مهما كان الانفعال، يعني المستشفى للعلاج والإنقاذ، ولا يجب أبدا أنه يبقى فيه مشدات وخناقات. وحتى لو فيه كده فيبقى الثقافة السائدة هي عند إدارات المستشفيات دايما، والله خلي عندنا احنا قوة التسامح على اعتبار أن المستشفى يطول إنقاذ يعني. إنما أن يبقى فيه أب وعايز يعالج ابنه ومهما كان، لأنه هنسمع تفسيرات مختلفة، بس أنا في النهاية الحصيلة النهائية أن الأب مات انفعل، سواء بقى لأنه لم يجد طبيبا في الاستقبال أو وجد إهمالا أو زي ما هنسمع من المستشفى إيه اللي حصل، بس أنا المحصلة النهائية عندي أن الأب مات مع أنه واخد ابنه معاه علشان يعالجه. مات الأب. هحاول نشوف ايه الاسباب. معايا الاستاذ عبد الستار السيد ابن الضحيه. يا استاذ عبد الستار، البقيه في حياتك ربنا يصبرك. البقيه في حياتنا ربنا يصبرك. خليني قبل ما اسمعك اقدم كمان الدكتور حسام ابو صاطي وكيل وزاره الصحه بالشرقيه. دكتور حسام اهلا بيك. اهلا بيك دكتور سعد. قول لي يا استاذ عبد الستار، والدك توفي ازاي؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا كنت تعبان ومش كنت قادر ان انا اخد نفسي. كانت الساعه 3 بالليل وقلت له حضرتك، قلت لوالدي تعالى وديني المستشفى. خدني وداني المستشفى، وكنا رايحين بعربيه وهو اللي سايق. تمام؟ وكان هو اللي سايق. رحنا المستشفى بندور على دكتور، مش في دكتور. دنينا حوالي يطلع عن ربع ساعة، مش في دكتور، مش في أي حاجة. طب أنا مش قادر ناخد نفسي، هواء، أكسجين، أي حاجة. يعني أنت الابن اللي كان معاه اللي هو كان بيحاول ينقذه يعني، مفيش دكتور فعلا؟ مفيش. كان الدكتور لمدة قعدت ربع ساعة مش في دكتور. فيجي ممرض دخلني على قط اكسجين، يعمل لبسني بتاعت الاكسجين، مش اكسجين، هو هوا بس، هوا مش اكسجين. هوا طالع كده وانا حاطه في البتاع، وبرضه لسه مش في اي مش مأثره معايا في اي حاجه، انا زي ما انا، والحاله بتاعتي عماله تسوء. فوالدي قلت له روح شوف الدكتور فين. فوالدي عمال يسال على الدكتور، طب فين اي دكتور هنا؟ مش في المستشفى كلها مش فيها ولا دكتور. فابويا فوالدي زعق على اخر ما عنده زعق. فانا جيت وانا شلت لما سمعت صوت الزعيق، شلت القناع بتاعي اللي بتاع الاكسجين، وطلعت اجري، لقيتهم متكاترين على والدي.
اللي هم مين بقى؟ اللي هم مين؟ وثلاث عساكر امن. اللي هم الامن، امن المستشفى يعني. امن المستشفى ثلاثة. وممر. لقيتهم متهجمين على والدي، فحضرتك انا مش كنت اخد او مش كنت قادر اخد نفسي، وقفت قدام والدي عشان اي خبطه انا اللي اخدها. ضربوني وضربوا والدي، لعند ما طلعنا بره الاستقبال عند البوابه وضربوه، ويجي الممرض ضرب والدي برجله في خصيته، فوالدي راح جاي سقط، وشه احمر وبصيت على بطنه، لقيته قطع النفس خالص. بعد شهادته قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ولقيته الشهاده وخلاص قطع النفس وخلاص هو مات. فاجى الدكتور في الاخر، اجى الدكتور بقى لما لقى والدي كده، فحب عشان هو ان هو يبرئ نفسه ويفهم الناس اللي هو كان شغال وهو تعب وكده، فايه فراح جاي مدخلونه جوه، بس بعد حوالي يطلع عن 10 دقائق مرمي على الارض ومش حد راضي يشيله وانا عمال اشيل فيه. فدخلوه جوه المستشفى يعني. دخلوه جوه المستشفى بعد ما مات خالص. فحب الدكتور يعمل اللي هو شغاله كده، هو خلاص والدي كان مات. فلما يعمل له كده ايديه على صدره، يعمل له ايديه على صدره ان والدي مات، بس هو بيعمل كده عشان يبرئ نفسه من اللي حصل. طيب والدك كم سنة يا أستاذ عبد الستار؟ أنا والدي عنده 56 سنة. طيب ربنا يصبرك، خليك معايا أشوف الدكتور حسام أبو صاطي وكيل وزارة الصحة. دكتور حسام، في النهاية عندي أب مات وهو جاي المستشفى علشان يعالج ابنه وينقذه لأنه عنده ضيق في التنفس، يعني ايه اللي وصلنا الى هذه الحاله يعني؟ والله شوف استاذ وائل، انا بس بدايه حضرتك اسمح لي ان انا يعني اقدم خالص تعزيه لعبد الستار في وفاه السيد ولجميع اسرته. اللي حصل طبعا يعني عموما احنا طبعا ما بندريش على اخطاء ولا بندافع عن خطا موجود. الروايه اللي قالها الاستاذ عبد الستار انا بحترمها جدا، لكن هو وصل هو والده، وفي ممرض كان موجود، وفي الدكتور رامي عبد الله اللي هو ركب له الاكسجين، ده طبيب، ده دكتور موجود، ممكن يكون هو مش لابس بالطو مش واخد باله ان ده طبيب، لكن ده الدكتور رامي اللي ركب له وعمل له التنفس بالاكسجين لعبد الستار. اثناء ما الدكتور بيعمل الوضع ده، الاستاذ السيد خرج بره وحصلت مشاده كلاميه بينه وبين الممرض. تطورت المشادة الكلامية، حصل شجار بينهم هما الاثنين، خلي بال حضرتك، مع الممرض، مع الممرض اللي هو فهمي، مع الممرض اللي هو فهمي عبد الله، حصل شجار بين الاستاذ السيد وبين الممرض. انا عايز اقول لحضرتك ان شركه الامن يعني مش هخبي واقول لك دي شركه كوين سيرفيس، ودي شركه احنا متعاقدين معاها في جميع مستشفياتنا في الشرقيه لتقديم خدمات الامن. وانا عايز اقول لحضرتك الشركه دي ما جاش منها شكوى مره واحده من اعتداء او تلفظ على اي مراجع من المراجعين داخل المستشفيات. هي شركه محترمه جدا، وشركه ليها نظامها وليها السيستم اللي تقدر تعاقب بيه افرادها عقاب شديد. طيب بس هو في النهايه المحصله النهائيه دكتور حسام، ما انا هقول لحضرتك ان انا عندي اب مات، ده حقيقي. انا هقول لحضرتك الافراد بتوع الشركه جم حاولوا يفضوا الاشتباك اللي بين الممرض فهمي وبين الاستاذ السيد، وفي اثناء هو فض المشاجره دي الاستاذ السيد وقع على الارض. الاطباء جم، الدكتور محمد عبد الرحمن بتاع العنايه المركزه، الدكتور رامي عبد الله بتاع الصدر، والدكتور محمد عمر جم وحاولوا يعملوا له، خلوا غرفه الانعاش القلب الرئوي وحاولوا يعملوا له انعاش قلب رئوي على اساس ان هم يرجعوا تاني، القلب ما استجبش وتوفاه الله. احنا حضرتك انا عايز اقول لحضرتك ان الموظف بتاعنا بتاع الاستقبال هو اللي بلغ اسم الشرطه، هو اللي بلغ النيابه، وحضرت الشرطه والنيابه واستمعوا لاقوالهم، والاستاذ عبد الستار اتهم الممرض وافراد الامن ان هم اعتدوا على والده وتسببوا في وفاته، وبناء عليه النيابه العامه احتجزتهم، هم في الحجز الان، وعرضت الاستاذ سيد الله يرحمه على الطب الشرعي، والطب الشرعي يا استاذ وائل هو اللي هيقول يعني قوله الفصل نتيجه الوفاه نتيجه ايه بالظبط. احنا كمديريه نزلت الساعه 6 الصبح لجنه من الطب العلاجي ومن اداره الرعايه العاجله ومن الشؤون القانونيه، وخدنا برضو يعني احنا عملنا الفحص بتاعنا والفحص جالي وانا حولت بس هو الطب الشرعي هيقول
السبب الطبي للوفاة بالظبط، لكن بالزبط. يعني المقدمات اللي أدت للوفاة ده الطب الشرعي ملوش علاقة بالخناقة اللي دايرة اللي أنا فيها في مستشفى يجب أطبطب على المريض وأسرته مهما كان. بالظبط مهما كان مهما يعمل حقوله حقك علينا يا عم السيد. حضرتك ليك حق، حضرتك ليك حق، وإحنا طبعا ده عمل بالنسبة لنا إحنا، يعني عمل بالنسبة لنا كأطباء وكفريق صحي بنعتبره عمل مشين، وده استثناء مش قاعدة موجودة عندنا في الشرعية. انت عارف حضرتك احنا المريض بيجي في حادثه اهله بيبقوا سايرين ليهم حق، بيبقوا قلقانين على اولادهم على ابنائهم على زوجه على زوج، لكن احنا دورنا كفريق طبي، وانت ممكن حضرتك بتتابع معانا وكتير، انت حضرتك عملت حلقات كتير طبعا يعني ده لا ينسحب على على الجميع ولا ينسحب على المستشفى عموما، يعني حضرتك في مواقف كتير شفت قد ايه الاطباء بتتعرض لاعتداءات، واحنا في الاخر لا نقر الاعتداءات على الاطباء، يمكن احنا عشان كده جبنا شركه الامن، لكن في نفس الوقت لا نقر ان احنا يحصل تعامل بطريقه مش محترمه مع اي مريض. مش هقول لك اعتداء وضرب، لا احنا ما بنوصلش للمرحله دي، وعشان كده الموضوع ده احنا 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 مع القانون ومع دوله القانون ومع ان المخطئ يتم عقابه اشد عقاب. طبعا طبعا. خلينا ناخد تعليق اخير من غدوة ابنة العم سيد المتوفي. يا غدوة الباقية في حياتك، حياتك الباقية حضرتك. دلوقتي الكلام اللي لسه متقال ان كان في دكتور، ما كانش في دكتور خالص، هو اللي حصل الممرض، هو ما كانش فيه ولا دكتور، ما كانش فيه ولا دكتور. انا ابويا مات نتيجة ان الناس ان هما ضربوه في مكان خطر ادى الى وفاته. حضرتك الكلام ده غلط، وعمل بول وبراز في ساعتها وقطع النفس ومات، ما حدش انقذه. الكلام ان هم قالوه اللي لسه الشخص اللي متكلم دوت غلط. لا خلينا، ده الدكتور حسام وكيل وزارة الصحة، وفي النهاية ده هو بيقول شهادته، ومفيش حق هيضيع ان شاء الله يا غدوة، يعني النيابة هتحقق وهتشوف مين اللي تطاول ومين اللي ادى الى ان ده يتفاقم بالشكل ده، وهل كان في طبيب ولا لا. انت بتقولي ما كانش في طبيب في الاستقبال. طيب ما كانش فيه ولا دكتور، وحضرتك مستشفى هي معروفه بالاهمال، الناس كلها بتشتكي. حضرتك هو بقول باستثناء ابدا، الناس كلها بتشتكي مش استثناء ابدا، الناس كلها بتشتكي من مستشفى هي. انزلوا واسالوا، انزلوا واسالوا الناس، ان مش احنا بس، مش احنا بس اللي تعرضنا للاهانه، والناس كتير في هي. انزلوا 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 هي، انزلوا الشرقيه واسالوا، اسالوا مستشفى هي مليانه بالاهمال. والكلام اللي الشخص لسه قايله دوت كلام كله غلط، وهيضيع حق ابويا. انا حق ابويا لا، ما فيش حق لازم يجي. يا رضوى ما فيش حق هيضيع، تاكدي من كده. في قانون، وكمان لا يمكن ابدا ان المعنيين بالصحه بانقاذ الناس وانقاذ حياتهم هيحاولوا اخفاء الحقائق، يعني ولا حد ممكن يسمح بكده. دكتور حسام لو عايز تقول تعليق اخير اتفضل. لا ما فيش حاجه، انا بس انا بقول للاستاذه رضوى ان احنا حضرتك يعني بالاضافه الى ان النيابه العامه هي اللي متوليه القضيه حاليا دلوقتي، انا النهارده الصبح حلت الموضوع برضو تاني للتحقيق عن طريق النيابه الاداريه. احنا معاكم ومع وضد اي حد اخطا. في مرضى شهدوا ان حصل شجار بين الممرض وبين الاستاذ سيد الله يرحمه. المرضى دول كانوا بيتلقوا علاج عن طريق اطباء موجودين داخل المستشفى، لكن في الاخر حضرتك انت عارف في اجهزه رقابيه في وزاره الداخليه بتعمل تحرياتها، في نيابه عامه بتتولى القضيه. ان شاء الله واحنا هنتابع كل التفاصيل. بشكر حضرتك عبد الستار ابن الضحيه، الف شكر وربنا يصبركم. ورضوى هنتابع معاك ان شاء الله، ما تقلقيش، وثق ان العداله مش هتضيع ابدا يعني. أشكرك. هطلع فاصل وبعدها هنكمل معاكم قضايانا وموضوعاتنا المختلفة. وعايز أقول لكم يا جماعة، في القضايا من هذا النوع مهما كان حكاية أصله المريض تطاول، أحيانا بتبقى بسبب الحالة الصحية والضغط النفسي والعصبي والألم الشديد، أو الأب اللي عاوز ينقذ ابنه يعني. ما ينفعش هنا، لازم يبقى المنهج هو منهج احتواء
وتحمل وتسامح. ده أحيانا بيبقى المريض عنده سرطان لا يتحمله بشر، هحاسبه كمان على الكلام، هطنش، مفوت، ما تبقى أنا عندي ثقافة التسامح يعني، ما يبقى عندي إيمان شديد بأن هنا مستشفى، هنا إنقاذ، هنا طوق الإنقاذ. ما ينفعش أبدا إن أي شخص يكون جلادا في المستشفى ولا يتطاول ولا يبقى عنده حتى فكرة الانتقام والثأر، وإزاي المريض كلمني كده. يا سيدي يكلمك مش مشكلة، خلي عندك قوة التسامح وقوة التنازل أفضل. هنكمل بعد الفاصل. أعلنت وزارة المالية تقريرا حول مستجدات الاقتصاد المصري في أسبوع. أولا الاقتصاد الكلي. أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.9% في سبتمبر الماضي مقابل 31.1% في أغسطس، كما انخفض المعدل السنوي ليسجل 32.26% مقارنة ب 34.86% في أغسطس. وأشار المركزي إلى أن المعدل الشهري للتضخم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع إلى 1% في سبتمبر بدلا من 1.13% في أغسطس. أيضا انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 31.59% في سبتمبر مقارنة ب 31.92% في أغسطس. كما توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2017-2018 بنسبة 4.5%، فيما توقع أن يسجل على مدار عام 2017 نموا قدره 4.1%، ليرفع توقعاته للنمو بنسبة 6% خلال العام الجاري مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا. وفي سياق متصل، توقع البنك الدولي تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017-2018 مقابل 10.8% في العام المالي السابق له، وذلك بفضل إصلاح منظومة دعم منتجات الطاقة وزيادة العائدات الضريبية. كما ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الثمانية شهور الماضية، حيث سجلت 15 مليار دولار مقارنة ب 13.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 11%، وتراجعت الواردات من 45.8 مليار دولار إلى 35.1 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت 23%، ونتيجة لذلك تراجع العجز في الميزان التجاري من 23.3 مليار دولار إلى 20.1 مليار دولار بنسبة تراجع 23%، وفقا لوزارة التجارة والصناعة. ثانيا البورصة. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تداولات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من قبل المستثمرين الأجانب على الأسهم الكبرى والقيادية، خاصة في قطاعات البنوك والخدمات المالية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 2.6 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 771.2 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت 1.1 مليار جنيه. ثالثا أسعار الذهب. بلغ متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية عن يوم الجمعة الموافق 13 من أكتوبر 2017 عيار 21 بلغ 638 جنيها، عيار 18 بلغ 547 جنيها، عيار 24 بلغ 729 جنيها، الجنيه الذهبي بلغ 5104 جنيهات. رابعا أسعار الصرف. بلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري عن يوم الخميس الموافق 12 من أكتوبر 2017 الدولار الأمريكي للشراء 17.59 جنيها، أما للبيع 17.69 جنيها. اليورو
للشراء 20 جنيها فاصل 83 قرشا، أما للبيع 20 جنيها فاصل 95 قرشا. الجنيه الاسترليني للشراء 23 جنيها فاصل 11 قرشا، أما للبيع 23 جنيها فاصل 25 قرشا. الفرنك السويسري للشراء 18 جنيها فاصل قرشين، أما للبيع 18 جنيها فاصل 13 قرشا. المئة ين الياباني للشراء 15 جنيها فاصل 64 قرشا، أما للبيع 15 جنيها فاصل 73 قرشا. الريال السعودي للشراء 4 جنيهات فاصل 69 قرشا، أما للبيع 4 جنيهات فاصل 71 قرشا. الدينار الكويتي للشراء 58 جنيها فاصل 21 قرشا، أما للبيع 58 جنيها فاصل 66 قرشا. الدرهم الإماراتي للشراء 4 جنيهات فاصل 78 قرشا، أما للبيع 4 جنيهات فاصل 81 قرشا. اليوان الصيني للشراء جنيهان فاصل 67 قرشا، أما للبيع جنيهان فاصل 68 قرشا. مشاهدينا نحييكم من جديد، ما زلنا معكم في موضوعاتنا المختلفة نتنقل فيها ما بين موضوعات سياسية وموضوعات اجتماعية وموضوعات فنية، وبعد قليل هنناقش معاكم القضية الأساسية اللي هننوع عنها أيضا بعد قليل. من القضايا المهمة جدا لما يبقى فيه فنانين كبار بأسماء وائل جسار وجورج وسوف، وتبقى فيه أزمة كبيرة بين وائل جسار وكل محب جورج وسوف. ليه؟ لأن وائل جسار طالب جورج وسوف بالاعتزال بسبب حالته الصحية، يعني إنه ربما شاهد جورج وسوف في بعض المشاهد في بعض الصور فطالبه بالاعتزال. معايا الفنان وائل جسار. يا أستاذ وائل أهلا بيك. مساء الخير أستاذ وائل، إزيك؟ مساء الخير، أهلا بيك، وحشتنا وان شاء الله نشوفك في مصر قريب يعني. باذن الله باذن الله، وانتم وحشتوني كمان ان شاء الله. انت يعني في محب للجميع، ونادرا ما بيكون في ازمات تحمل عنوان وائل جسار، بس ايه اللي حصل؟ ليه هذه الازمه وفي غضب من جورج وسوف وكل الذين يحبونه لانك طلبته بالاعتزال؟ استاذ وائل، انا أول حاجة اللي عايز أقوله إني أنا كنت من مدرسة سلطان طرب جورج وسوف. دي حاجة أولانية. يعني أنا مش ممكن أبداً إني أقول عن سلطان الطرب إنه يعتزل. أنا قلت الكلمة دي من باب حرصي على صحته فقط لا غير. يمكن انا من كتر محبتي له اتقلت في الطريقه دي، بس مش عشان يعتزل في صوته. يعني صوته الكل بيعرف وانا من اولهم ان هو مدرسه. فالمفهوم كان يمكن انا فسرت الامور او فسرت بطريقه غلط لما قلت انه انا اتمنى من سلطان الطرب جورج وسوف انه يعتزل. الناس كلها افتكرت انه يعتزل الفن ويعتزل يمكن صوته ما يعني ما يعود يغني. فلا انا بالعكس، انا اكثر المحبين لسلطان الطرب، والدليل على ذلك انه انا كنت من مدرسته. يعني بس انا يعني انت يعني هنا بدافع المحب، يعني خاصه بعد ان لاحظت ان في بعض الصور والمشاهد يظهر فيها جورج وسوف وهو في يعني ربما في حاله صحيه ليست مكتمله،
فانت هنا يعني حرصا على حالته الصحية طلبته بالاعتزال يعني. انا اول حاجة بتمنى له الصحة ودام يعني شو بيقولوا دي حاجة من عند ربنا، ربنا سبحانه وتعالى اراد ذلك، فنحن كلنا بنرضخ لله سبحانه وتعالى طبعا. فيمكن انا ما يعني ما بنكرش ان انا ممكن تسرعت في الكلمة دي او ما اخذتلهاش ابعاد، بمعنى انه الناس هتفهمني غلط. انا كل اللي كنت بتمناه انه دايما احنا صورة زور الرسوف ما تتزعزعش قدام، يمكن عنده محبين كتير، مش كتير، عنده بالعالم كله محبين وكلهم بيتمنوا يمكن يشوفوه. طبعا انا كانت فكرتي انه صورة سلطان طرب زور الرسوف ما تتزعزعش قدام ناس يحبوه. يعني ممكن في عندك اشخاص يقولوا انه مثلا صوته رائع بس حرام مثلا صحي، ودي بتاع ربنا سبحانه وتعالى، فما نقدرش نتكلم في حاجه ربنا رايدها. طيب انت هل اما ان صوته هل بلغك يعني غضب جورج وسوف من اللي انت قلته او حزنه من اللي انت قلته؟ نعم نعم نعم، وصلني الموضوع. وانا اذا لاحظت يمكن او لاحظ كثير من الناس اني انا اعتذرت على الموضوع، لاني يمكن انا من الناس اكثر ناس بيقدروا فن وتاريخ سلطان الطرب جورج وسوف العريق في النجاحات وفي الاعمال الفنيه التي يمكن اذا صح التعبير لا تتكرر. طيب. يمكن كلامي كان شوية جارح بس من باب محبة فقط لا غير. طيب يعني أوضحت، بس أنت ما حاولتش تكلمه يعني أو تتصل بيه يعني للتوضيح دلوقتي؟ يعني الأمور لسه تخت زي ما بيقولوا. حالة الغضب شديدة يعني. وهو زعلان يعني. انا هغتنم فرصه قريبه ان شاء الله وازور بيته واقعد انا وهو، وان شاء الله الامور ترجع زي زمان. يعني هو دايما من محبي اعمالي ومحبي صوتي. انا مش ممكن اذيه باي حرف، لانه انا عارف انه ده فنان كبير قوي 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 قوي. طبعا انت بدافع الحب والحرص على حالته الصحيه. نحن رغم النجاحات انا اللي الحمد لله وصلت لها وصلت لها، بس هو اولا اقدم مني في التاريخ ونجاحاته اكبر مني بكثير، اكبر من نجاحاتي بكثير. بشكرك يا استاذ وائل. لو عايز توجه له رساله من شاشتنا تقول له ايه؟ بقول له انه انا بحبه قوي قوي قوي، واعتذر له على الهواء مباشره، لانه هو قدوه للفن العربي وهو مدرسه بحد ذاتها، تعلمنا منها الكثير. بس انا كلامي كان حرصا على صحته، ويا رب يديله الصحه ويرجع لنا باذن الله بسلامه. هو ان شاء الله يعني دايما دايما معانا اعماله باذن الله خالده، وان شاء الله العمر المديد ان شاء الله. وانا اثق ان اعتذارك سيصل الي. الف شكر. تعرف يا جماعه نفس المشكله انا اسف بسبب لعنه الانفلونزا، نفس المشكله لما حصلت مع الفنان الكبير احمد عدويه. يعني الفنان دايما بيحتاج يعني لتدليل، ويحتاج دايما انك ما تحسسوش بانه انتهى. وحتى صحيح البعض يعني انا هجيب لكم المشاهد الصور اللي ربما دفعت الاستاذ وائل جسار انه يقول كده، ما جايز. لكن كمان الفنان بيحتاج لدعم نفسي ومعنوي، فالبعض يقول لك يعني ما بلاش دعمه معنويا ونفسيا افضل يعني.
وجورج وسوف بيعاني من هذه الحالة منذ عدة سنوات، لكن بيغني وبيتألق يعني، والفنان إذا غنى إذا توقف عن الغناء بيموت يعني. وده اللي حصل مع الفنان الكبير أحمد عدوية لما حصلت المشكلة مع الموسيقار حلمي بكر يعني. وسيظل عدوية يعني ملكا للأغنية الشعبية حتى لو كان عند البعض ملاحظات يعني، ما فيش بالتأكيد مع عامل الزمن هيبقى فيه بعض المشاكل وبعض المطبات، مع الصحة أيضا دي المشاهد نشوفها بسرعة اللي للفنان الكبير جورج وسوف اللي خلت يعني وائل جسار يقول له من الأفضل إنك تعتزل يعني، حرصا عليه وعلى حالته الصحية. ما يعني أي بقى في هنا ينقسم الناس إلى نوعين يعني، نوع يقول لك لا يعني أنا ما جرحش الفنان بكلام من هذا النوع، الفنان دايما عايز دعم نفسي ومعنوي وما حسسوش بأنه حالته الصحية واصلة إلى حالة يعني تستدعي أن أنا أقول له عد في البيت، وحد تاني يقول لا لازم أصرحه، وقسوة المحب أحيانا أفضل من تدليله يعني. قبل ما نطلع لقضيتنا كمان في المسرحيات يا جماعة اللي بيتم إيقاف، يعملوا مسرحية تتكلف مثلا 600,000 جنيه زي المسرحية الحفلة التنكرية اللي هتشوفوها، وهي عن نص عالمي شهير للأديب العالمي الكبير ألبرتو مورافيا. وهنا المسرح عاوز كده، عاوز أفكار جريئة وروايات عالمية أحدثت جدلا شديدا وهي صالحة لكل زمان ومكان، لكن فجأة يعملوا المسرحية. إما بقى أن الحكاية يعني هي سبوبة عند البعض، تعالوا نعمل مسرحية تقعد، أنت بتعمل مسرحية عشان الناس تشوفها وتتفاعل معاها ولا لا؟ وعلشان المسرح يستعيد قوته ولا لا؟ أنت بتعمل مسرحية علشان الناس تشوفها وتحقق هدفها، إن أنا بجذب الناس تاني للمسرح، والمسرح هو أبو الفنون يعني. وعشان تجذب الناس للمسرح أنت محتاج أفكار جريئة، إيه اللي هيخلي الناس تنزل من بيوتها علشان تشوف المسرح وبتتفاعل مع الفنانين بشكل مباشر. المؤسف والمهزلة إن يبقى في إنفاق على مسرحية وأنا أعادها أسبوعين ثلاثة شهر وخلاص، وكل ده بقى نطويه في المخازن ونرميه في المخازن يعني. سجلنا مع أبطال العرض وصناع العمل قبل إيقافه، وهنشوف لماذا يتم إيقاف عرض المسرحيات بهذا الشكل. هل المسرحيات بالشكل ده سبوبة ولا عندك هدف إنك عاوز توصل للناس؟ هنشوف. سنيور مورافيا راجل طلياني بيألف روايات عجباني، سنيور مورافيا راجل قصاص وروائي من وسط الناس. من قال لك إننا يجب أن نرحل هكذا سريعا؟ أنتم يا صاحب سألقنها درسا طبعا، ولكنها امرأة، ومعنى ذلك أن الدرس يجب أن يكون من نوع معين. تمام، دعها تنتظر ربي عبثا، دعها تستمر في إعداد طبخاتها. احنا بقالنا سنة تقريبا بنعمل مجهود وبنعمل بروفات وإعداد لمسرحية كبيرة، مسرحية مش سهلة ومش بسيطة، ما بنعملش سكتشات، احنا بنعمل مسرحية تليق بمسرح الدولة وتليق بمصر والشعب المصري عموما والشعب العربي. بذلنا مجهود لا يوصف، انما اللي بيحصل ده شيء ليس له اي تفسير خالص. انا اللي عايز اعرف هما بيقفلوا العرض ليه. اللي حصل ده في هذه المسرحيه ده اهدار مع العام، وبطالب بالتحقيق مع اي مقصر في هذا العمل. هي المشكله كلها اللي بتعاني منها كل مسارح الدولة ان مفيش ترويج او دعاية للعروض المسرحية اللي بتتكلف فلوس كتير جدا. اقبال الجمهور او عدم اقبال الجمهور ده انا شايف انها منهم هم كل القائمين على العمل المسرحي في مصر، ان في تقصير كبير جدا في الدعاية، لان مفيش دعاية خالص. هو بيكتفي ان هو يكلف مسرحية
بفلوس كتير جدا وبعدين يحط الافيش بتاعه على باب المسرح وبس. مستاء جدا 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 يعني انه العرض يتوقف بعد المجهود الكبير اللي حصل بعد شهر، خصوصا ما كانش في تقصير من الممثلين كلهم. الحقيقه انا بتكلم يمكن عني وعن زمايلي ان ما كانش في اي تقصير من ناحيه الممثلين، لكن كان التقصير من اشياء اخرى مش تبعنا. لكن اتمنى طبعا انه انا مش بتكلم كمان عشان المسرحيه دي بالتحديد، انا من محبين المسرح جدا ومن مؤمنين بالمسرح، بتكلم عن منظومه المسرح كلها. لازم يبقى فيها تغيير، لازم يبقى فيها اهتمام، لازم يبقى فيها محاسبه كمان. ازاي تعمل عرض وبعد شويه تقفله؟ مش عرضنا بس، هتلاقي فيه عروض كتيره يعني بتتعمل بالكتير بتقعد شهر ونص شهرين بتترمي، ديكورات بتترمي تاكلها بقى الفيران او اذا اتخزنت صح لا يعاد استخدامها، لا يعاد استخدام الملابس مره اخرى، ودي ميزانيات كبيره. انا كهيئه مسرح مفروض انا بنتج ليه؟ يعني انا بسال نفسي وبسال السيد رئيس البيت الفني للمسرح، انت بتنتج عرض ليه؟ في ميزانيه تفوق ال 600 الف جنيه من خزنه الدوله المصريه طالعه لهذا العرض، ايه الهدف منه؟ معايا بطلة العرض الفنانة لقاء سويدان. يا لقاء اهلا بيكي. اهلا اهلا ازيك يا وائل. اهلا بيكي لك. لقاء قولي لي المسرحية، انا سمعت كلامكم بس ايه اللي ممكن تضيفيه في ان يبقى فيه مسرحية يتم الانفاق عليها تعرض لمدة قليلة وبعد كده يعني تنتهي بهذا الشكل؟ هل تحقق الهدف من المسرحية ولا لا؟ اتفضل. وهي دي بقى على حسب الخطه. انا شايفه انه للاسف الشديد مش بس الفتره دي، يعني احنا بنعدي بفتره ما فيهاش تخطيط واضح. هل انا بنتج المسرحيات ميزانيه وزاره الثقافه المعطاه للمسرح الهدف منها ايه؟ هل الهدف منها ان انا انتج مسرحيات ويبقى عندي 15 مسرحيه الهيئه بتنفذها وبس المسارح تبقى منوره، ولا هدفي ان انا اوصل الثقافة، هدفي ان انا ارجع جمهور المسرح الحقيقي، مش هدفي ان انا اعزم نقاد وصحفيين والنخبة. مفروض اللي احنا نعمله دلوقتي واللي مصر محتاجاه دلوقتي ان احنا ننشر الثقافة في كل لكل الناس، ان انا اعمل مسرحية ما اعمل لهاش دعاية وتبقى ميزانيتها 600 الف جنيه ومفيش رقم للدعاية والتسويق، ولما نقول يا جماعه فين التسويق يقولوا احنا ما عندناش جهاز تسويق في البيت الفني للمسرح، ازاي حضرتك بتنتج؟ طب ما هو بيضيع يعني هو يعني انتج 600 الف جنيه فيعني بيضيع قيمتهم اذا ما سواقش. مش بس 600 الف جنيه، انا مش بتكلم عن عرضي كمان بحسب، انا موظفه في البيت الفني للمسرح بقالي 16 سنه في مسرح القومي. دي حاجه اتكررت في مسرحيات وللاسف كان نفسي تتغير. يعني احنا كل مره بيجي رئيس بيت فني بنبقى نفسنا ان يحصل حاجات جديده. نفسي اعرف ازاي ننتج اعمال مسرحيه اكتر مثلا من 20 مسرحيه طول السنه واحنا ما عندناش جهاز تسويق نهائيا في هيئه المسرح. المسرحيات اللي بيتم التسويق ليها بيتم التسويق بجهود من الممثلين او من مخرج العرض، كل واحد مع نفسه، كل واحد يقدر يعمل ده او ما يعملوش. انا شايفه ان دي كلها والله لو جم قالوا لنا يا جماعه تعالوا سوقوا، يعني خلوا شاشاتكم تسوق للمسرح القومي ولمسرح الدولة، هنقول لهم مستعدين ان احنا نعيد الناس تاني، نساهم معاكم في ان الناس تعود للمسرح من جديد. يعني مش بس كمان انا عايز اقول لحضرتك، مش بس ان انا بعمل مسرح، احنا دلوقتي في وقت احنا محتاجين فيه لكلام جاد، احنا محتاجين فيه المسرح الدولة يعود بقوة ويواجه الارهاب. احنا عمالين نشوف ناس بتجيلها افكار متخلفة وناس يعني في زوايا وناس بتشتغل في الأعشاش وبتملع عقول الشباب بحاجات كتيرة غلط. يبقى أنا واجبي كميزانية تتعمل، هنقول الدولة، لا الدولة رصدة ميزانية، المهم إن يبقى في تخطيط، مش مهم إن أنا أحط ناس، المهم إن أنا أبقى عندي خطة واضحة وكاملة. ما ينفعش إن أنا أنتج منتج أكلفه ملايين وما عنديش جهاز تسويق هيكلفني مبلغ صغير، وأنا بجاهر وبقول أه ما عنديش جهاز تسويق. ده قمة التخبط. أنا قبل ما أنتج المنتج أنا لازم أسوقه، وبعدين مش مهم إن أنا أنتج 20 مسرحية، وال 20 مسرحية يبقى كل واحدة شهر ورمي شهر ورمي،
لا المهم كمان ان المنتج ده يوصل للناس الحقيقيين، مش للنخبه ولا الصحفيين اللي يكتبوا عنه وشكرا وفي القاهره. لا انا عايز يوصل للصعيد يعني. انا بقول لحضرتك كفنانه اهو، احنا ككاست مسرحيه مستعدين نلف مثلا بمسرحيتنا كل محافظات وقرى مصر، مستعدين نروح بيها الصعيد، وغيرنا كتير، غيرنا كتير من الشباب يعني، في عروض شباب متكلفه مسرحياتهم اقل من كده بكتير وعروض بس هم اكيد بلغوكوا بايقاف المسرحيه وبيودوا بعد كده الدكور عن مخازن ويرمي يا جدع وخلاص يعني. احنا بلغونا بايقاف المسرحيه، وطبعا بعد ما حضرتك صورت معانا امبارح تم التحدث معانا طبعا بعد الـ يعني الاعتراض الشديد اللي احنا عملناه، وصورنا مع حضرتك ونزلنا في الجرايد، اجتمعنا برئيس البيت وقال ان هو طب احنا هنقف شويه لحد ما نبتدي نوضب ورقنا ونستف ورقنا ونشوف يعني، احنا نعرض وبعدين نبتدي نستف ورقنا، الكلام ده كله كان المفروض يحصل قبل ما نعرض. اه طبعا، اصل كده يعني نبقى امام اهدار مال عام يعني، انت بتدفع فلوس من اموال الدوله في مسرحيه انت عارف انها اسبوعين ثلاثه وهتقفلها، ولا عندك هدف انه لا تعالوا نسوق ونوصل للناس ونلف المحافظات ونستعيد الناس تاني من جديد للمسرح؟ ما هو ده اللي انا بقوله، وده اللي احنا قلناه، وهو امبارح سيد رئيس البيت الفني للمسرح امبارح قال انا فعلا هبتدي اعمل تسويق وهبتدي اعمل دعايه، بس بعد ايه؟ بعد شهر. طب ما هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا ما يهمنيش كمان ان انا بس المسرح يبقى مليان قدامي تذاكر ناس، انا مش مسرح قطاع خاص، انا يهمني ان المسرح يبقى مليان جماهير. روح الجامعات ابعت فريق تسويق من عندك للجامعه وقول لهم التذكره بخمسة طبعا طبعا رحلات جامعيه عشان بالظبط، هات لي الناس دي، نزل فريق من عندك تسويق يروح للمدارس الثانوي، نزل فريق من عندك تسويق يروح الشركات، ويجيب لي حتى من الاماكن الناس اللي يعني ان شاء الله تجيب لي حتى من الاماكن اللي هي الناس الفقيره اللي مش لاقيه، املى المسرح عندك نصه يا اخي، اعمل مثلا 100 كل يوم في كل مسرح من مسارح مصر 100 تذكره كل يوم تبقى للناس اللي تستحق الثقافه، للعشوائيات، للشباب العشوائيات، للحاجات دي، هي دي. ما نقولش بقى لا الدوله اصلها، لا الدوله صارفه فلوس، بس المهم يبقى فيه تخطيط، المهم ما يبقاش فيه عشوائيه، المهم يبقى فيه حد يحاسب الفلوس دي راحت فين. وانا هتابع معاكي، شكرا الفنانه لقاء سويدان. ويا جماعه نعمل ننفق على المسرح، لو قالوا حتى للقنوات الفضائية ولشاشاتنا يعني يا أخي بقى احنا ما معناش فلوس، ما تسوقوا لنا لمسرحيات كويسة، والله هنعمل، هنقول يا جماعة في مسرحية كويسة جدا وفي مسرح، ونعمل دعاية حتى مجانية للناس يعني، لأن الحقيقة هي دعاية للثقافة المصرية ودعاية للمسرح المصري يعني. هطلع فاصل وبعدها هنبدأ معاكم مناقشة قضيتنا. مشاهدينا نحييكم من جديد. خلونا يعني نطرح السؤال بشكل مباشر اللي هو اللي انتم هتشوفوه على الشاشة، هل أنت مع أو ضد تحليل المخدرات لموظفي الدولة يعني؟ طيب كمان داروا تداعيات مختلفة، هي مش قضية تحليل بس مخدرات، إنما هي قضية متعلقة بالحالة الصحية ومتعلقة أيضا بتداعيات تانية هنناقشها معاكم، بس هو ده لب القضية. أحيانا البعض يقول لك ليه ما نحللش مخدرات للموظفين؟ هو أنت مش شايف إيه اللي بيحصل في محاولة لاتهام البعض أو اتهام الجميع من خلال البعض؟ وده اللي أنا هناقشه مع ضيوفي داخل الاستوديو. أستاذة زينب سالم عضو مجلس نواب، أستاذة زينب أهلا بيكي. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. دكتور أحمد العرجاوي عضو مجلس نواب، دكتور أحمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذة ماجدة إبراهيم عضو مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية للجمارك والضرايب، أستاذة ماجدة أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بيك. أستاذ محمد نقراشي سكرتير نائب رئيس محكمة النقض عضو النقابة العامة للعاملين بالمحاكم والنيابات، أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أستاذ محمد على طول أدخل في لب الموضوع، أنت ليه ضد تحليل المخدرات للموظفين موظفي الدولة؟ في البداية بتوجه للشكر لحضرتك وأسرة البرنامج على إتاحة الفرصة
لعرض وتوضيح وجهة نظرنا المعارضة لهذا القرار ووجهة نظرنا المعارضة لتطبيق وآلية تطبيق هذا القرار الذي سيؤدي في النهاية حال تنفيذه إلى فصل الموظف تعسفيا لا محالة. فصل الموظف تعسفيا لا محالة. بس هنا البعض هيقول لك فصل مشروع، يعني لما يلاقوا أن تحليل المخدرات أثبت تعاطيه أو إدمانه، فالناس هيقول لك ما شوف ده ما هو يمكن أن يدمر جهازا، يمكن أن يدمر دولة. تمام، بس الجهاز المركزي لما حب يفصل ادى انذار مرة وتاني مرة يفصل. احنا معترضين على هذا، المفروض يبقى فيها عدة مراحل، عدة المراحل قبل ما تفصل الموظف، بدل ما بتنذره مرة وتاني مرة بتفصله. انا عايز بس اوضح كلمة في الاول قبل ما اتكلم في الموضوع. هي المولى قد ايه، 6 أسابيع ولا كام؟ بيحلله اول مرة ويديله انذار، بعدها ب6 أسابيع يحلله تاني مرة ويفصله. اذا وجد ان فيه المخدرات تاني مره، عندما يوجد ان التحليل ايجابي للمره الثانيه بيتم فصله مباشره. طب انت معترض على دليل؟ انا بس عاوز اوضح كلمه في الاول للساده المشاهدين بالذات، اننا كمعارضين لهذا القرار ومعارضين لاليه تنفيذ هذا القرار، الا اننا لا نؤيد ولا نتعاطف مع الادمان ولا مع المدمنين. دي تبقى واضحه لكل الناس، الزملاء اللي معانا اللي مؤيدين للقرار، ونحن كمعارضين لهذا القرار لا نؤيد ولا نتعاطف مع المدمنين. انما بتشوف ده انقاذا لاسره، يعني هتضيع طبعا هتدمر. لكن نريد حلولا جذريا لهذه الظاهره، ظاهره الادمان، عايزين لها حل جذري. انت دلوقتي بتفصله وبتشرده وبتشرد اسرته، يعني وراه اسره وراه اطفال، هتحمل الاسره دي اعباء كثير. انت لما بتفصل الموظف كده انت بتشرد اسره كبيره وراه، لكن احنا عايزين نريد حلولا جذريا. طب ما هو ناس ثانيه هتقول لك موظف يتعاطى المخدرات، الخسائر والمخاطر التي يمكن ان تترتب على ذلك كبيره. تمام، فانت هنا زي ما بتتكلم عن خسائر متعلقه بمصيره ومستقبله واسرته، بس كمان في اسر ثانيه ممكن تكون بتضيع بسبب موظف مدمن. طب انا برضه هنحط كذا مرحله لمعاقبته، هنعاقبه تدريجيا. تمام، زي ما اوصى المجلس التأديبي بمجلس الدولة أو المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حطت كذا نقطة وكذا مرحلة عشان تعاقب الموظف. من ضمنها أول حاجة الإنذار، تنذر الموظف لأول مرة عندما تحلل الموظف وتلاقي أن العينة إيجابية بتنذره أول مرة، هتحلله تاني هتلاقي العينة إيجابية برضو، بتخصم من مرتبه جزء من مرتبه. تمام، هتحلله تاني هتلاقي برضو العينة إيجابية، بتأجل ترقيته، يعني مثلا هو في الدرجة الثالثة المفروض يترقى للدرجة الثانية للأعلى، توقف ترقيته وهكذا. بعض ممكن نشوف في ده تدليل شوية يا أستاذ محمد. تمام، تدليل لموظف مدمن. يعني حضرتك الحاجات دي توصيات مجلس الدولة، يعني مجلس الدولة أوصى بالكلام ده كذا مرحلة، وفي الآخر برضو هتنهي خدمته. يعني بعد كذا مرحلة قلنا هتنذره، هتوقف ترقيته، مش هتديله علاوة، هتوقفه عن العمل مثلا 6 أشهر بنصف أجر، زي الموظف اللي مثلا محبوس احتياطي، انت بتديله نصف أجر وبتخصم نصف المرتب بتاعه. فكذلك الموظف اللي هتثبت انه بيتعاطى المتقدرات، هتوقفه عن العمل مثلا 6 أشهر ما يعطاه نصف راتبه. تمام، بعد كده في نهاية المطاف إذا صرر وأصم على تعاطيه للمخدرات، يتم إحالته للتقاعد وليس فصله. لكن انت لما بتفصله بتنهي علاقته بالعمل الخاص وما بتديلوش لا اجر ولا معاش ولا مكافاه، وبتعاقب اسره. يعني وبتعاقب اسره، المشكله مش فيه هو، المشكله في اسرته. لكن لما تنهي خدمته زي المؤسسات المحترمه بتعمل، مؤسسه الجيش ومؤسسه الشرطه، نقطه دي بس معلش، مؤسسه الشرطه لما بتلاقي مثلا موظف او احد العاملين بيها حاد عن الطريق الصحيح ما بتفصلوش، بتحيله للتقاعد. استاذ زينب، هو معترض على انه لا يتم فصل الموظف اذا ثبت تعطيه للمخدرات، وشايف كده ان احنا بنعاقب اسره وبنحطمه، وانه في اليه تانية ممكن لعقابه، يعني بس لمده طويله افضل. يعني اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اتشرفت بحضراتكم. حضرتك بتقول ان احنا بنعاقب اسره، بنعاقب اسره لموظف
اعتقد ان هو متجاوز. ايه الغرض من اصدار قانون الخدمه المدنيه الا وهو اصلاح الجهاز الاداري في الدوله؟ لا انا معترض على دي. لا معلش انا ما قاطعتش حضرتك. معلش لو سمحت، احنا هدفنا ان احنا نصلح الجهاز الاداري للدوله. هنعمل كشف دوري بطريقه عشوائيه زي ما قيل او الاراء اللي طرحت، ولقينا موظف او بعض الموظفين بيتعاطى المخدرات. بناخد كل الاحتياطات في خلال. ممكن نقفل الموبايلات يا جماعه؟ لا ده في موبايل شغال. لا يا طبعا اعتقد ده بتاع حضرتك. طيب اتفضل. هياخد 6 أسابيع وبعدها حضرتك تدرجت في العقوبات زي ما قلت. انا اول حاجه انا عاوزه اصلح مجتمع ولا عاوزه افضل شايفه الجهاز الاداري بالوضع اللي احنا فيه؟ اول حاجه كلنا عاوزين نصلح المجتمع اللي احنا فيه. لو ما لا كده استاذ زينب هتلاقي الدايره كلها بتكلم حضرتك دلوقتي في التليفون، فممكن نقفله بس. طبعا. طيب حضرتك يعني شايفه انه هنا ما ينفعش الا البتر؟ يعني هو هنا بيتكلم عايز علاج تدريجي. يعني انا ما قلتش بتر، انا قلت في عندنا مشكله المخدرات قافت مجتمع كبيره ولابد من تداركها، لكن انا لازم ابقى حاطه في حسابي ان انا بروح اتعامل مع موظف او موظفه كجمهور. هل من اللائق يكون ده مدمن او متعاطي مخدرات؟ ما اعتقدش ان اي حد يرضى. هو رضيها على نفسه وما خافش على اسرته. فقد الشيء لا يعطيه استاذ. هيقول لك في فنانين كده وفي سياسيين كده وفي شخصيات عامه كده وفي مع حضرتك. انا مع معلم بحتيره قاعد على القهوه كده انا ما اعترضتش، لكن ده موظف موظف في الدوله، يعني حقي عليه ان انا اتلقى خدمه منه على اكمل وجه. كون ان هو عنده افه وادينا له مهله ان هو يقدر يتعافى منها وهو تمادى فيها، اعتقد ان ده يبقى هو اللي يقدر يشيل المسؤوليه لوحده. اللي هو بس هي المهله 6 أسابيع فمهله قليله قوي. هنقول الكلام العلمي ليه؟ ليه الكلام العلمي؟ طب لو نكمل ليه الكلام العلمي؟ يعني هنا انا عندي موظف بيتعاطى المخدرات باشكالها المختلفه. استاذ محمد بيتكلم على انه العلاج التدريجي حتى مش العقاب يعني. وفي النهايه تعاقبه يعني. لكن حضرتك مع السرعه الشديده في العقاب بهذا الشكل؟ اكيد اكيد. بس هو احنا يعني الحقيقه من ضمن القوانين المهمه جدا في بناء الدوله الثالثه زي ما قالت الزميله الفاضله الاستاذه زينب، احنا بنتكلم في اصلاح الجهاز الاداري. صحيح. وده كان الهدف الرئيسي في قانون الخدمه المدنيه اللي طالعه دلوقتي. قانون فيه ايجابيات، اكيد فيه ايجابيات، فيه سلبيات، اكيد فيه سلبيات. مفيش حاجه بتكتمل او مفيش حاجه من صنع البشر بتبقى طبعا. بس ده مش موضوع مناقشتنا والا هناخد فيه وقت طويل يعني. تمام حضرتك. احنا الموظفون والمخدرات. الموظفون والمخدرات وآفة المجتمع اللي احنا شايف اللي احنا مكويين بنهرها دلوقتي. دي حقيقة. انا هقول لحضرتك حاجة، انا عايز بس كان نفسي الاول اشوف فيديو من عند حضرتك كده وانا قاعد. يا ريت الاستاذ سامي جاد الحق يطلع لنا الفيديو بتاع القطر اللي شفنا فيه موظفين الدولة او الناس اللي سايقين القطر بارواح كام الف وهم بيشربوا المخدرات. الفيديو ما شهير وما نحاول نجيبه يا جماعة. وفي اي انا بس موضع. انا بقول لحضرتك حاجة. الحاجة الأولى أنا مع احترامي الكامل للأستاذ محمد، حقيقة هو حريص من الناحية الإنسانية على حياة موظف وعلى حياة أسر. لكن هو نفس الموظف ده هو بيضيع حياة أسر تانية بالكامل. أنا قعدت يا أستاذ بيضيع حياة أسر أسر كاملة. هو بتعاطيه المخدرات، هو مش مسؤول عن نفسه فقط، هو حر في روحه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنت حر، انت عملت عملتك سوف تحاسب عليه، لكن ما ذنب البشر اللي انت هتاخده في سكتك؟ ما ذنب اولاد ان انت يشوفك كده؟ انا قعدت حضرتك في يوم على الطريق يوم كنايف في الدايره وفي تحليل مخدرات بيتعمل عشوائي في عينه سواقين. انا بكلمك على ارض الواقع، 25 سواق وانا واقف لما جابوني. لما جيت ابص 25 يطلع منهم 22 ايجابي و3 سلبي.
ايه ده معقول؟ انا بقول عينه 25 على الهوا اغلبيه كاسحه. انا بقول على الهوا، انا بقول على الهوا. وعينه السواقين اللي اتاخدت اتنوعت من سواق نقل لسواق ميكروباص لسواق. طيب مرتب ده بيسوق على الطريق انت شايف الموظف كمان بيسوق؟ ما هو الموظف بيسوق، ما هو موظف نقل عام مثلا. الموظف انا حضرتك اصل هي القصه مدرسة. مش انا سواق كدرايفر او كسائق بس بيسوق مصائر بشر، يعني مصائر بشر. لكن انا بقول لحضرتك اللي احنا بنشوفه في الشغل واللي بنشوفه في المصالح الحكوميه والسلبيات اللي بتترتب على هذه المشاكل، لكن انت ما بتبصش على النهارده. القانون ده ما بتكلمش على ارض الواقع، على الحدث اللي احنا فيه دلوقتي، لكن انت بتحط قانون لاجيال جايه. احنا عندنا قوانين من 53 ومن 63 سنه، لكن القانون ده قول لي بعد 10 سنين هيبقى شكله ايه، وشكل الموظف اللي انت بتختاره هيبقى شكله ايه، وبناء عليه لازم يبقى فيه اليه. هناك قاعده مهمه جدا يا وائل بيه، من امن العقاب. طول ما انا عارف ان انا لن اعاقب خلاص هعمل اللي انا عايزه. هل احنا دلوقتي راضيين عن ادائنا كامل؟ هل احنا راضين عن ادائنا كاجهزه رقابيه موجوده؟ يبقى انت شايف انه هنا ما ينفعش التدليل، لا يمكن، ولا بد من العقاب السريع. لا يمكن، لا يمكن. انا اعالج الاليات اللي هشتغل بيها بالظبط، لان احنا عندنا عندنا حاجات مهمه جدا احنا هنشرحها. طيب علميا هنتكلم فيها. انا بس هنا اكمل لحضرتك الجزئيه بتاعت ليه 45 يوم. ليه 45 احنا يوم؟ كل الادويه يعني انا هنزره وادي له مهله 45 يوم. الكحوليات بيروح مفعولها من الجسم بعد 8 ساعات. اطول ماده بتستمر في الجبس في الجسم في الدم في الجسم ماده الكنابس او هو الحشيش، ده بيستمر لمده 40 يوم. يعني انا عشان ابطل واعيد لك التحليل يبقى انت لازم الماده دي بتستمر لمده 40 يوم في الدم. ده الفيديو اللي انت اشرت اليه، نسمعه كده صوت وصوره. طيب يعني ده الفيديو اللي انت اشرت اليه ده انا بقول اخر نموذج حاجه، يعني اخر حاجه، لان انا ابن محافظه البحيره واسكندريه اللي احنا شفنا حادثه القطر اللي انكونا بيها، اللي شفنا اهالينا قدامنا. واغلب الناس لو حضرتك شفت الحادثه وشفت شكل الجثث وشكل الناس على الطريق من غلطه سواق او من غلطه حد غير مسؤول، يعني مش عارف هو بيعمل ايه، هتقول ليه احنا. طيب انت عليك بتقول ليه 45 يوم؟ نكمل الجانب العلمي. عشان خاطر الماده الفعاله اللي موجوده في الحشيش تستمر في الدم لمده 40 يوم اقصاها. عشان كده لما اعمل تحليل بعدها ما بقاش ظلمته. يعني هو لما يبطل، لكن الكحوليات 8 ساعات، من 6 ل 8 ساعات. ده الكلام العلمي. انما الحشيش والمخدرات الحشيش اخره 40 يوم. وبالتالي احنا عندنا الحشيش، عندنا المورفين، عندنا الكوكايين، كل دي انواع مخدرات موجوده. لكن هو اللي بعد كده بقى الاليات زي محمد بيه ما بيقول. طيب الموظف اللي بياخد ادويه فات ترانكلايزر او فات المهدئات ذنبه ايه؟ الموظف اللي عنده القولون مثلا، ما دي هتطلع في المخدر. لا 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 انا بتكلم يا استاذ زينب، بس هقول لحضرتك انا بتكلم هتطلع في تحليل المخدرات، يعني ممكن يكون هو بياخد مهدئات. بتطلع ايجابي. انا معايا يعني معايا الجدول اللي موجود فيه. طب ده علاجها ايه؟ ما علاجها ان انا لازم بقى لما اعمل تحليل عشان ما اظلمش. اللي بيتعالج تحت اشراف طبي واثبت ان هو كذا وطلع تحليله ايجابي، يبقى انا لازم يبقى عندي روح القانون بقى هنا. ما انا ما اقولش التحليل اجابه اهو. طيب انت حضرتك معترض على حاجه هنا قبل ما اسال بس استاذه مجدي؟ لا، اصل احنا بنتكلم عن قانون، القانون ما فرقش بين ادمان او تعاطي. يعني حضرتك اول ما بيبقى في سواق مثلا ظبط ان هو جسمه فيه مخدر، بيتاخد ان هو مدمن ولا متعاطي، ولا بيعاقب بالجرم ان هو طب ولو كان بياخد مهدئات فيها دي اكيد لها هيبقى ما يبقاش في نفس حضرتك. ما نصش عليه يعني انت شايف ده قصور في الماده؟ طبعا. هو حضرتك اللي بيتعالج مثلا، يعني في ناس بتاخد الترامادول ده كمسك؟ لا، ما فيش الكلام ده. في ناس بتاخده كمسك؟ لا معلش، لا في كلام محمد ده صح. لا يا فندم، انا بين كيلر. معلش يا دكتور، اللي ياخد المسكنات دي يا وائل بيه، ما ينفعش يتعامل مع جمهور يا جماعه. يعني اللي ياخد يعني المريض اللي بياخد الحاجات دي كعلاج،
او كمساكن هتعامل معاه ازاي؟ ما يتعاملش مع الجمهور بقى، ما ينفعش حضرتك انا هدخل على موظف. طب ما انا كده هظلمه، ما تتعامليش معاه ازاي؟ لا ده مريض وزيه زي سائر البشر يعني، اللي ممكن يشتغل هو مريض يعني وينجح ويكمل. تديني فرصه بس ارد على جزئيه. خليني بس في الموضوع، انا هشرك المشاهدين معانا يا جماعه. الموظفون والمخدرات، انت موافق ومتحمس للآلية اللي تم وضعها لحساب الموظفين الذين يتعاطون المخدرات؟ خلاص فصل، مهلة 6 أسابيع وبعدها تحليل تاني، لو ثبت يتم فصله على الفور. حضرتك معترضة ليه؟ في البداية طبعا بشكركم ان انا معاكم النهاردة، وبشكر فريق الاعداد وسيادتك يا استاذ وائل. الله يخليك. وبقول لفخامة الرئيس احنا معاك يا رئيس ان شاء الله في الدورة الانتخابية اللي جاية عشان استكمالا لمسيرة التنمية إن شاء الله. أنا هدخل في الموضوع على طول، بس أنا هتكلم في جزئية قانونية. إحنا مش مع الإدمان أبدا، ولا مع أن الموظف يروح شغله وهو مش مسيطر على أعصابه أو يتعامل مع الجمهور بشكل مش مظبوط، ولكن مش عايزين نكرس كله في موضوع السواقين، لأن إحنا عندنا موظفين مدنيين في الدولة. لا مش سواقين على فكرة، فإحنا مش هينفع نتكلم في الوقت. أنا عندي رسائل بتتكلم عن أنه طيب ما هو الموظف اللي بيتعاطى ده عشان يجيب فلوس التعاطي بيكون أكثر عرضة أنه ياخد فلوس من صحيح. أي حد. ده اللي انا بقى عايزه. انا بتكلم عن موظف قاعد على المكتب يعني. انا قبل ما اتكلم في دستوريه الماده دي، الماده دي مخالفه دستوريا اصلا. القانون الخدمه المدنيه ده على فكره انا اتكلمت فيه كتير جدا، وعايزه اقول لسيادتك كان في تصريح المستشار الدكتور محمد جميل رئيس جهاز المركزي لتنظيم واداره بيقولوا اشار الى انه ده فيهم 15 في احدى الجرائد، بيقولوا اشار الى انه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبيه من قبل الموظف في حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر في التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوي على أي من المواد المخدرة أو غلط في نتيجة التحليل. هنا احنا عندنا مشكلتين. احنا النهاردة بنتكلم في حد بيتعاطي مخدر، يعني هو متهم ولا هو مريض؟ بما أن الدكتور محمد جميل اتكلم في ده وبيقول أن هيحصل طعن على أن المخدر يعني ممكن يكون نتيجة أدوية، يبقى هنا في شكوك حوالين ما هو لما جه يعمل التحليل ده، هل هو فعلا المريض ده، هل هو مريض، الموظف ده مريض بالتأكيد في آلية تستطيع ما كانش يا فندم يبقى فيه طعون، وهو الدكتور أحمد قالها يعني ما كانش فيه دكتور محمد قالها صراحة، قال إن هيحصل طعون. ادوني فرصة بس لو سمحتوا. قال إنه هيحصل طعون إذا كان المادة دي، يبقى إذا أنا هفصلك سواء بقى انت بتاخد علاج او اذا كان انت فعلا مدمن، انا هفصلك عن العمل وبعدين روح اتظلم. وحضرتك عارف طبعا الاجراءات، هيقعد 3-4 سنين عشان يتظلم. انا النهارده بعاقبه عقابين. النهارده انا بقول له انت مريض وانا كدوله هتنصل منك وروح اقعد في البيت، وكده انا بشرد اسره. طب النهارده عندي انا عايزه ضمانات كافيه. طب ما بتشردي اسره البعض ممكن يقول لك افضل من انك تشردي مؤسسه تكون نهبه من الفساد يعني، بمعنى العضو الموظف فيها مريض يا استاذ وائل. أستاذة ماجدة، يعني ربما يكون بعض المشاهدين بيقول لك يعني اللي هيتعاطى المخدرات هيبقى محتاج دايما فلوس وهيكون أكثر عرضة لأنه يرتشي. صحيح. وبالتالي مش نستأصل أحسن ولا نعمل إيه؟ أنا هقول لحضرتك، أنا دلوقتي التصريح ده واضح جدا وصريح. هو بيقول إنه ممكن يكون الموظف ده مريض فبيظهر في التحليل بتاعه ان هو بياخد مخدر. هل المريض ده المفروض يقعد 6 أسابيع ما ياخدش علاجه علشان لما يتعمل له التحليل الثاني ما يبقاش بوزيتيف ويطلع نيجاتيف؟ ده مش منطقي. الشيء الثاني بقى، الشيء الثاني وده المهم يا دكتور استاذ وائل. لا ثواني بس يا جماعه، انا ما قطعتكمش. لو هو معترض بس على لا معلش يعني يعترض يكتب يا فندم. حاضر يا فندم. حضرتك دلوقتي احنا عندنا في مشكلتين. عندنا اشكاليه، هل الاهواء الشخصيه هتتدخل؟ يعني هيحصل فعلا تحليل بشكل عشوائي، ولا النهارده انا عندي موظفين واقفين لي عاملين لي وقفه احتجاجيه عشان عايزين حوافز وخلافه او غطاء صحي محترم، اخد 10-15 واحد اوجه لهم اي تهمه منها مثلا المخدرات، وهنا لا ممكن لا الجهات تتعاون مع بعض في ان الموضوع ده ما يحصلش التحليل ما يحصلش عشوائي. فين الضمانات الكافيه؟ انت خايفه ان يكون ده وسيله للتنكيل طبعاً لبعض طبعا لان معروف جدا ان القانون ده يا فندم احنا بقالنا سنتين متطبق علينا ما فيش اي اصلاح ايديه. انت عندك المخاوف ان ممكن ان يكون وسيله للتنكيل. ده حاجه ثانيه يا استاذ وائل، معلش ده في موضوع تاني. معلش التخوف التاني بالنسبه لي احنا بنتكلم في حاجه تانية. هل التحليل ده الموضوع ده حصل
هيحصل انحراف في استخدام السلطه فيخلق لي مجتمع مفيش ثقه بين الموظف وبين الجهه بتاعته، وبالتالي مفيش ثقه بين الموظف وبين الدوله. بس كده وهنفقد كمان الناس هتقول لي كده، يبقى انت عايزه الموظف يتعاطى مخدرات نهائيا. انا عايزه الموظف يتعاطى نهائيا، ولكن برضو عندنا اشكاليه ثانيه. هل انا عملت حملات توعيه؟ فين حملات توعيه يا استاذ وائل؟ تمام، فين يا استاذ وائل حملات التوعيه؟ وزاره الصحه والاعلام ليه مش متبنيين حوالين حملات التوعيه زي زمان كده؟ طيب استاذ سحر من القاهره ونشوف نقرا المقال. وخلوها يا جماعه، يعني انا عايز بس بايجاز ان يعني وقتنا ما بقاش زي استاذه ماجده يعني احنا للصبح. استاذه سحر اتفضلي. ازي حضرتك؟ بحيي حضرتك وضيوفي يا فندم. بيحيوكي جميعا، اتفضلي. انا اولا دايما يعني من المشاهدين المعجبين بالبرنامج ومتابعه جيده كل يوم. الله يخليك. الفقرات كانت جيده جدا. معلش انا بس في التنويه على موضوع المعلم، دي لا اخلاقنا ولا نتمنى من التربيه والتعليم والمسؤولين في الدوله ان ياخدوا اجراء رادع، لان ما ينفعش الكلام دوت يصدر من المعلمين. عند حضرتك حق، واحنا طالبنا بكده، ودخل معانا المستشار القانوني للوزاره وقال كده. اتفضلي. عايزه تعلقي في موضوع المخدرات؟ طيب ممكن نقرا الماده بس. استاذ سيد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل استاذ سيد. والله يا دكتور وائل انا مش معارض لحكايه القانون، القانون ده بيحمي الموظف قبل ما بيحمي العرضه ليه. يعني مثلا انا دلوقتي دخلت مستشفى، شفت دكتور عينين سمقره واخد اللي واخده الله اعلم بيه، كشف على حالتي، لقيت مثلا عطل في الجهاز عنده، طب الجهاز دوت اللي هو بتاع رسم القلب ده ما حصلوش مثلا عطل لما انا رحت اعمل رسم القلب، ولا موت، ولا ايه هو احوال الدكتور اللي قدامي؟ اول حاجه انا موافق على القانون ده. تاني حاجه بنحمي اولادنا من مخاطر المعلمين، وبعد كده القانون ده يمشي على الكبير وعلى الصغير عشان بس تنضف شويه. انا بشكرك معايا استاذه حنان. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا استاذه حنان. مساء الخير يا وائل بيه. مساء الخير، اتفضلي يا فندم. وانا بمس على حضرتك وانا سعيده جدا، انا من سنين وانا بحاول اتواصل مع حضرتك. لا بس احنا اسعد، احنا اسعد يا فندم، الله يخليك. وبمس على حضرات الساده الحضور. الله يخليك، اتفضلي. بعد اذن حضرتك، انا موافقه على القانون ده جدا. انا موافقه على القانون ده جدا. اللي هو فصل الموظف اذا ثبت تعطيل المخدرات بعد منح انذارا 6 أسابيع، يعني موافقه على فصله يعني. طيب احمد من القاهره، استاذ احمد اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل استاذ احمد. هو المشكله دلوقتي يا فندم ان احنا بنحاول نقدم مبادره اسمها منشأة بدون تعاطي المخدرات، وده يكون دور المنشأة نفسها مش دور الحكومة. وده يبقى بسبب ان التحليل بسهولة. حضرتك انا بشتغل بالتحاليل دي يوميا، انا معالج ادمان. التحاليل دي بسهولة جدا جدا جدا، ان لو حضرتك عندك شوية برد الصبح وخدت حبات كونج فتال ظهر لي في التحليل بنزو، فانا كده اتهمتك بتعاطي المخدرات. اهو وده مرفوض. والتحليل ده اللي بقوله العلم بقول ايه، واحنا بنجيب من ده اللي بقوله الكحول للاستاذ الدكتور بيتكلم عنه اللي هو بيقعد 8 ساعات، ده بيبقى تحليل بريس نفس مش تحليل شرايط ده اللي بتستخدم، وشهد شهيده من اهلها. ودوت يا فندم عشان حضرتك نطبقه. طيب بس خلينا هنا يعني نشوف ازاي ان نجد وسيله للتمييز بين من يمكن ان يثبت تعاطيهم للمخدرات لانهم بياخدوا ادويه او علاج في المخدرات، او بين اللي بيتعاطاها بعيدا عن الادويه. يعني ده في حاجه ثانيه يا فندم. بالنسبه للمدمن، مدمن المخدرات من مستخدم المخدرات، انا كمعالج ادمان اقدر افرق بينهم بسهوله جدا. حضرتك احنا بدل ما نعمل مهله 6 شهور عشان نرجع او 45 يوم عشان خاطر ان احنا نرجع نعمل له اعاده التحليل تاني، بسهوله جدا يا فندم مدمن المخدرات ممكن ياجل فكره تعاطي المخدرات 6 شهور بدون تعاطي المخدرات لهدف. احنا يا فندم عشان نقدر نعالج مشكله زي دي، هي تبقى معالجين ادمان اللي تشتغل في المشكله دي، ما لهمش اي مصلحه غير ان الشخص اللي قدامهم يكون متعافي من المخدرات في الحاله ديت بس. يعني ان انا اتعامل معاه كمريض مع قبوش يعني.
لا عاقبه طبعا، ازاي ما عاقبوش؟ لا احنا ما بنقولش ما نعاقبوش، احنا بنقول نعالج المشكله ذات نفسها ما ناجلهاش. طب ما هو بيعالجها هيفصل، هيفصله. لا حضرتك انا النهارده عشان اديله فرصه 45 يوم واقول له تعالى حلل تاني، هو في خلال ال 45 يوم مش هيتعاطى المخدر والتحليل هيطلع نظيف. وبعد كده يمكن ان يتعاطى من جديد يعني. هيرجع يتعاطى من جديد لكن طيب احنا هنا دكتور احمد عشان انت بتتكلم عن الناحيه الفنيه، خليك معايا عشان انت بتقول بتاع تحاليل هو بيقول لك انه طب ما سهله. طيب هتديني مهله 6 اسابيع هتوقف وبعد كده اعمل التحليل تاني وعدي وبعد كده اتعاطى براحتي يعني. يعني هو القصه احنا يعني العقاب احنا اهم شيء احنا كلنا متفقين من امن العقاب ساء الادب. القصه كلها ان انت مش هنقعد زي القط والفار يعني هبطل النهارده عشان التحليل، هو انا عارف انا هنحلل امتى بالظبط وممكن يعني البوت احنا بنقول عايزين عشوائي لو الجهه يا فندم عايزه تفصل الموظف هتنتهضه وفي الوقت اللي الموظف مش هيبقى عارف وهيجيبوه للموظف ده جديدات عشان يخرج بره الخدمه. الماده دي يا استاذ وائل لتسريح العماله ملهاش حل تاني، احنا بقالنا سنين طويله عمرنا شفنا مش عايزين نضع الشك يا فندم. يعني انت شايفه انهم لم يجدوا وسيله لتسريح الموظفين؟ طبعا دي تسريح الموظفين قالوا تعالوا زي ده انا هتلاقي نص البلد تقريبا قاعده في البيت. يا جماعه بس عشان الاستاذه زينب هل الفصل الموظفين اللي داخل هسالكم خطوه استاذه، هل ده معمول لتسريح الموظفين ان انا اقلل اعدادهم اتخلص منهم فيبقى عندي سلاح جديد موجود وهو كشف المخدرات زي ما بتقول الاستاذه ماجده؟ الاستاذه ماجده مع احترامي كتير جدا ليكي لكن انا شايفه حضرتك بتنتقي كلمات كبيره جدا وتفصل بلبلة. انتقي ايه اكتر من اتفصل؟ موظف اتخرب بيته وقعد في البيت واتخرب بيته وخرب بيته كلنا اتخرب بيته يعني حد ما احنا اللي مخرب موظف في امان وفجاه بقى قاعد في البيت هو في حاجه في كارثه اكبر من دي. تنتقي الكلمات اللي بتقوليها في ظل الظروف اللي احنا فيها دي برضه بتقولي يعني قلتي بعض الاقوال حضرتك قلتي بعض انا مش عارفه اتكلم مع حضرتك عشان ندي بس اهانه للموظف أصلاً. أنا أسفة جداً، أنا اللي يقبل إن هو يدخل عمله وهو مدمن مخدرات، أنا ما قلتش متعاطي كمان، مدمن مخدرات وأخد فرصة هي مش هتقدري حضرتك تفصلي هو مدمن ولا مش مدمن؟ مش أنا هو ده القليل اللي احنا بنتكلم فيها اهو. الدكتور بيتكلم ما هو تعريف أنا وأنت مش دكتور، الدكتور هو كان طب ما هو الدكتور أحمد العرجاوي دكتور ما هو الشركة 69 بتقول وماسك الكوميسيون الطبي وعارف الدنيا هتمشي ازاي. يا فندم حضرتك في لجنة الصحة. طيب خلونا يا جماعة في السؤال، هل ده قبل ما أطلع فاصل هل ده معمول للتخلص من المخدرات لتقليل الجهاز الاداري يا فندم في الدوله؟ بالتاكيد انا هسمع هنا وهرجع لكم يعني طيب. هم عايزين 2 مليون من اخر موظف موجودين يا جماعه يا جماعه لو سمحت مع الدوله يا جماعه لو سمحت طبعا انا مع الدوله بس اتكلم استاذه زينب بتتكلم بس انا ضد التلويح بالتشكيك في الدولة ما بنشككش في الدولة بنشكك في التحليل. اقول لحضرتك حاجة انا لسه مديه يا فندم الاعداد رقم تليفون دكتورة ايناس دي دكتورة التحاليل بتقول لك العينات يا فندم ممكن تتبدل. حضرتك متاكده ان بعد كل اللي هيحصل في كل التحاليل اللي هتحصل على مستوى الدوله دي متاكده يا فندم اجهزه اداريه للدوله يا فندم التحليل ده مش هيتبدل. خلينا اديها المجال حضرتك مش هيتبدل انا اديني براهين يا فندم دلوقتي يا فندم اديني براهين اديني يا فندم براهين ان التحليل استاذه ماجده استاذه ماجده خليني بس اديها المجال يا جماعه انا عايزه منطقيه مش عايزه اتكلم في احلام احنا سمعنا اكيد كلنا نتفق على انه ليس مقبولا ان يبقى في موظف يتعاطى المخدرات ولكن انا عايز اقصد احنا انا عايز اظلمه بالظبط وبين الموظف اللي بيتعامل انت 10 على 10 ده المطلوب اللي حضرتك بتقوليه ده طبعا اتفضلي يا استاذ زين الحلقه النهارده عشان بنناقش الموظف المدمن وموقفه احنا مش جايين بنناقش الماده يا فندم بنناقش الماده طب ممكن تقري الماده طيب خليني هقراها لحضرتك وهقرا لك تعارضها مع الدستور حالا يا فندم طيب اما يجي بس خلينا نديها المجال بس اتفضلي يا استاذ الماده 69 قانون الخدمه المدنيه خلاص احنا قلنا الماده انا بس انت لا على فكره هل ده يا فندم طب لو يا استاذ يا جماعه الوقت بيضيع والله كده هل ده لتسريح العمال والتخلص منهم والموظفين لا انا اسفه جدا العامل او الموظف اللي ماشي
على اللائحة وعلى القوانين. هي فندم المادة 66 استاذ وائل بعد اذنك. طيب استاذ وائل تقدر الكاميرا تجيبها. طيب مش المادة 69 مادة 66. خلينا بس نديها يا استاذة ماجدة. هي كل ما تتكلم بناخد منها الكلام. ماشي يا فندم. خلينا نديها بس استاذة ماجدة بس. اتفضل. احنا دلوقتي احنا ما بنحاكمش حد. احنا بالعكس احنا الموظف او اي واحد متفرد في عمله وراجل ملتزم كويس احنا دورنا ان احنا نظهره ونحط الضوء عليه. لكن العناصر اللي ممكن تشز او تعمل بلبلة في المجتمع انا اسفة جدا انا ارفضها تماما. وبعدين في عندنا لو حد بياخد ادويه وفي بلبله هتحصل في المجتمع يا فندم اكتر من انا لو هتقطعي اخلي نص الموظفين لما اخلي نص الموظفين يا فندم في بلبله اكتر من انا اخلي كل الموظفين متقاعدين بطلوا مدمر بيوت. هو في اكتر من ده يا فندم. لا مين اللي تاجر ما تزايديش علينا. احنا سيبينا نتكلم. طب يا جماعه خلينا استاذه ماجده ما تزايديش علينا. احنا بندافع عن استاذه ماجده بس بندافعش عن المدير. بتدافع عن الموظف المحترم المريض اللي ممكن يا جماعه ممكن الاصوات بتاع استاذه دكتور احمد. انا عايز خلينا في السؤال بس هم دخلوا دخلوا في الاطار العام ان ده معمول للتخلص. مستحيل للتخلص من مستحيل طبعا. احنا كلنا مع مصلحه وتسريح العمال والموظفين. احنا كلنا زي محمد بيه ما هو مسؤول زي مجد هاني ما هي بتقول احنا كلنا حريصين على العامل المصري وعلى المواطن المصري. بس انا عايز اقول حاجه. انا تعالي شوفي معايا المصحه النفسيه وشوفي معايا وضعنا. احنا مفيش مكان في مصر. المصحه النفسيه اسمعيني حضرتك انا بحط قانون مبني على اسس علميه دقيقه. انا بقول اصلاح اداري. انا عايزه دقه واحده في المستشفيات الحكوميه يا فندم. يا استاذ اسمعيني حضرتك في لجنه الصحه اذا كان حضرتك هتاخدي الحلقه بالطريقه دي يبقى احنا ما ينفعش. انا مش عايزه حكه تنرفز. لا 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 اسمعيني لو سمحت. استاذه ماجده اسمعيني محدش بيقاطعك. انا عايزه اسال سؤال بجد والله. ما تسالينيش حضرتك اسمعيني للاخر. هنسمعه وبعد كده ما تجيش. انا مش سايق. اما تجيلك الكلمه عشان خاطر اقعد اتناقش مع حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل اتكلم. اتفضل يا وائل بيه. القانون مبني على اسس علميه دقيقه جدا. الماده 177 اللي احنا بنتناقش فيها دي بتقول ان العامل هيخضع لكشف طبي. الكشف الطبي ده كشف طب مخدرات بس ولا لا؟ ده كشف ده اللي اسمها اللياقه الصحيه. لا اللياقه دخلها في الاول. اول ما دخل المهنه تمام اللياقه الصحيه دي بين اللياقه وبين من اللي يخل باللياقه الصحيه المخدرات. انهي نوع من انواع المخدرات اللي هو الادمان نفسه. وانا عشان اقول ان ده مدمن يبقى لابد ينطبق عليه 1 2 3 لها شروط. مش انا المريض اللي هو بيتعالج هحطه في الادمان ولا المريض اللي بياخد دواء كحه هحطه في الادمان ولا المريض اللي بياخد كحوليات هحطه في الادمان. كل دي حاجات معموله. وبعدين اللائحه حضرتك في المجالس الطبيه وفي الكوميسيون الطبي مش هيبان اللي هو هيقول يا فندم اسمعي الكلام بيقول ان السلطه المختصه. طيب. يعني المجلس الطبي هيقدم للسلطه المختصه والسلطه المختصة اللي هي رئيسك الاعلى يا فندم. يا فندم لا اللي هو المفروض لا حضرتك اسمعي بقى. السلطه المختصه هو المحافظ الاقليمي على التقرير اللي جاي له. طيب خليني هطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل معاكم. يشوفك حنينه كده ما يشوفك. الموظفون والمخدرات القضيه ببساطة شديدة يا جماعة لو سمحتوا بس خلونا عشان لما نرجع يبقى في صميم القضية. بالتأكيد يتفق الجميع على انه ليس مقبولا انه يبقى في موظف يعني يتحكم في مصائر بشر ويتعاطى المخدرات. لكن اعالج ده ازاي؟ اعمل ده ازاي؟ هل انتم مع الفصل بعد الانذار 6 أسابيع؟ ولا شايفين ده يمكن أن يظلم موظفين ويقصف رقاب عائلات؟ بعد الفصل. مشاهدينا نحييكم من جديد في الجزء الأخير من النقاش. الموظفون في الأرض، الموظفون والمخدرات. ما فيش شك إن كلامنا لا ينسحب على كل الموظفين، لكن أحياناً البعض بيقول إيه؟ لا ما إحنا لازم نخلص الجهاز الإداري من الدولة من الذين يتعاطون المخدرات، لكن كمان في وجهة نظر تانية هتقول طب ليه نعاقب عائلات؟ طب ما نعالجهم أفضل، طب ما يبقى في وسائل أفضل. بين وجهتي النظر هاخد تعليقات أخيرة، أستاذ محمد.
أنا من وجهة نظري أن هذا القرار جاء للتنكيل بالعاملين بالجهاز الإداري. ليه بقى التنكيل؟ للتنكيل. ليه؟ هذا يعني القرار. هل الدولة عايزة تخلص من أعداد كبيرة من جيوش الموظفين وتقالت فرصة وتقالت المخدرات؟ صراحة أثناء الخدمة المدنية أن لازم أن نصفي العدد ده كله. هذا القرار الخاص بالتحليل الموظفين في ظاهره حق، يعني الظاهر بتاعه أن أنا عايز أطهر الجهاز الإداري من المدمنين. لا يختلف اثنان في ظاهره حق على ان موظف مدمن ما ينفعش يقعد. هذا القرار في ظاهره حق لكن في باطنه، لكن هو في الاصل باطل، يراد به باطل، هو حق يراد به باطل. لو كان عايز يطهر زي ما قال في اثناء قانون الخدمه المدنيه ان القانون ده معمول لمحاربه الفساد والوساطه والمحسوبيه، طب انت عملته لمحاربه الوساطه والفساد والمحسوبيه، استثنيت ناس منه ليه؟ ما طبقتوش على الكل ليه؟ القانون الخدمه المدنيه كذلك هذا القرار أوهموا الجميع أنهم يريدوا تطهير الجهاز الإداري من الإدمان ومن المدمنين. بس أنا قدام هدف نبيل، يعني موظف يتعاطى المخدرات، طب أعمل إيه؟ عالجه، أشتكي وأدلعه؟ يعني أنت حضرتك بتنذره وبعد 6 أسابيع بتفصله، أثناء ال6 أسابيع دخله مصحة، عالجه. طيب. يبقى في وقاية وعلاج. في لب القضية ده، هل تعتقد لا أن الهدف نقي ونبيل ومش الهدف هو قصف الرقاب وتسريح الموظفين والعاملين؟ لا 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 خالص، هو تصحيح مسار للجهاز الإداري مرة أخرى المتجاوز، ملوش مكان، وأعتقد أن ده ملوش مكان وسط الموظفين المحترمين، لكن يجب على الدولة علاجه من خلال التأمين الصحي. قانون التأمين الصحي احنا مش هنقتله. لا بس هتكوني فصلتيه. ما هو يا فندم يتعاقل، هو حقه على الدوله بالقانون التامين الصحي اللي بيتعمل دلوقتي انها تعالجه. بس قبل ده كله يا وائل بيه، انا احب اقول ان احنا كيفيه الوقايه ان احنا الموظف ما يخشش في اتون المخدرات ده، نعمل ايه؟ احنا المفروض يبقى عندنا في كل جهه اداريه يكون فيها جهاز لتوعيه الموظفين بخطوره هذا الامر. تجاوزنا ده يا استاذه زينب. صدقني يعني صدقني احنا بشر، يعني التوعيه احنا بشر خلاص، ما يعني في توعيه وفي تاهيل الموظف حتى في خلال 6 أسابيع اللي ممكن ياخد فيهم الانذار ده. طيب بس انت يعني ممن يرفعون شعار لا يجب التهاون، انا في اي موضوع ادمان بعض الموظفين للمخدرات، في اي تجاوز انا ضده تماما، وخاصه الموظف اللي ممكن يبقى مدمن مخدرات ومصر على إدمان المخدرات. لا ما طيب دكتور أحمد، موظف مدمن إيه خطورة ده؟ ما البعض يقولك ما في سياسي بيشرب، ما في مثقف، ما في فنان هتلاقيه بيشرب، يعني ما يقولك الموظف ما هو زيه زي سائر البشر، ما في طبيب ممكن تلاقيه بيشرب، تمام، وفي مهندس هتلاقيه بيشرب، يعني فهيقولك شمعنا الموظف يعني اللي انت. عشان كده احنا حضرتك بنقول لابد من المساواه بين كل طبقات العاملين في الدوله ايا كان بقى، يعني هذا التحليل لابد ان يجرى في كل الاوساط. مش هيجرى في كل الاوساط عشان مش بيطبق على كل الناس يا فندم. القانون بيطبق على 7-8 جهات بس، ومستثمر. انا بقول عايزين نطبقه على كده، فبالتالي الماده دي مش موجوده في قانون الخدمه المدنيه. الهدف من القانون ان احنا بنخلق موظف مثالي، ان احنا شفت حضرتك في قانون العمل يعني هدفك ساعات العمل ان نصل الى موظف مثالي، موظف مثالي يؤدي ما ياخذ ما له ويؤدي ما يعني عليه. هل التحليل احنا لحد النهارده كل ما عندناش كل الموظفين في الدوله هيتحلل لهم كل الموظفين اللي في الدوله على مستوى للآخر كل القطاعات، حتى لو مش بيطبق عليهم قانون الخدمه المدنيه وهو ماده اصليه في قانون الخدمه المدنيه بتطبق على 7-8 جهات فقط. طيب هل هو استاذة مادة المخاطر بايجاد شديد المخاطر ده؟ انا عندي قانون 79 سنه الموظفون المخدر، عملت لهم تحاليل، ايه مخاطر قانون التامين الصحي يا استاذ وائل؟ عندي مشكله كبيره جدا قانون التامين الصحي ده. انا النهارده حضرتك انا هدي مثلا، انا ماسكه صندوق الرعايه، وانت شفت قانون التامين الصحي، صندوق الرعايه الصحيه للعاملين بالجمارك والضرائب. احنا لينا يا فندم 75 مليون جنيه عند مثلا في حصه وزاره الصحه اللي المفروض اعالج بيها الموظفين. النهارده انا ما عنديش الكلام اللي حضرتك كنت بتقوله في الفقره اللي قبل دي، ان ما فيش علاج اصلا موجود في وزاره الصحه ولا حتى في مستشفيات، واحنا كمان مش بتغطينا وزاره الصحه التامين الصحي، ما فيش اي رعايه صحيه، وبالتالي مش واخدين حتى حقنا من وزاره الصحه. النهارده انت مش مدي للموظف حقه صحيا انه يتعالج اصلا في مستشفيات محترمه بتدي علاج جيد وفي توعيه اصلا اعلاميه. هتلاقي الناس تساندك في هذه القضيه، لكن لما تقولي
تعالوا يعني نحمي الموظف المدمن الذي يتعاطى المخدرات. لا طبعا انت ضغط اقتصاديا ومش عامل له غطاء علاجي محترم يدمن. وبالتالي في النهايه انت بتحاسبه ان هو النهارده بياخد مثلا علاج او فعلا دخل في مرحله اوليه للادمان، فانت النهارده بتقصه تماما وتذبحه، ده مش منطق. وكمان في احنا اغفلنا جهه مهمه جدا، القضاء يا فندم. انا ما ينفعش ان انا تبقى الجهه التنفيذيه الموجوده والنهارده اخول الامر الى رئيسه الاعلى انه يفصل. طب اين القضاء؟ لازم اديله فرصه، والدستور بيقول كده، ان انا اديله فرصه انه يدافع عن نفسه وانه يطعن في الـ في الـ في الـ في الـ طيب. في الجهات القضائيه ياخد حقه. تعليق الفصل ده وكمان قصف رقاب، تحطيم عائلات. لا هو حضرتك بس يا فندم القانون مش مساله ان انا احطم او اقصف رقاب، انا بس يعني بحاول اخلق موظف مثالي يؤدي دوره في عمله، ما يبقاش صاحب قرار مختل في ادائه في القرار اللي بيصنعه. ما تبصش على الموظف البسيط، انا ممكن اكون مدمن وانا مسؤول مسؤول كبير مش جدا، مش هتقدر تفصل بين لكن احنا دلوقتي خلينا بقى نتكلم الكلام العلمي في الموضوع ده. الموضوع ده لابد يبقى فيه لجان متخصصه خاضعه لجهات رقابيه. اللجان المتخصصه دي هتتبدل. اديني يا فندم احنا هنحلل في الزخانه يا فندم. اللجان المتخصصه والمجالس الطبيه دي كلها متخصصه النهارده، كل حاجه بقت يعني ايه تحاليل تتبدل؟ يعني يا فندم هيجي حل خلاص التشكيك ده مبدا غير ليه هو ليه هيكيد للموظفين؟ اقول لسيادتك انا النهارده ممكن اروح اعمل احلل حاجه معينه في معمل، واروح في نفس اليوم ونفس الساعه احلل في معمل اخر، تطلع هنا بوزيتيف وهنا ده حاجه وده حاجه. حتى تحاليل الحمل انت حقك تقولي كده عشان انت مش مدركه ابعاد الموضوع او مش فاهمه الموضوع ايه. لو حضرتك فاهمه الموضوع وفاهمه تحليل المخدرات يا جماعه بس لو فاهمها بيتعمل ازاي يا وائل بيه، طب افهم منه بيتعمل ازاي بسرعه عشان انا مش في لجنه الصحه يا فندم. يا فندم حضرتك في لجنه الصحه يا استاذه ماجده اسمعوا بس فين التوعيه من وزاره الصحه يا فندم يا استاذه ماجده المواطن المصري اين هي التوعيه؟ طيب خلينا نسمعه بس ايه ضمانات التحليل؟ ضمانات التحليل دي حاجه كمبيوترايزد برقم كود نمبر، ده بنحلل قدامك، ده بينزله بياخد العينه قدامه، لو بيحنن عيل البول بيطلع 8 انواع من انواع المخدرات. عشان احنا بنتكلم دلوقتي بنقول ان انا ضمانت كموظف يعالج افرق بين المدمن وبين طيب. المريض. بشكركم جميعا بين الكلام ده كله والعشوائيه يا فندم. لابد من قرير تحليل عشوائي ولا جهه الاداره عايزه طيب. تخلص تحليل عشوائي يتخلص منه ما يشربش. بشكركم جميعا طب يا استاذ محمد لو سمحت طب اقعد بس عشان مش هينفع. معلش بس لا بس رساله طيب. عشان ما عنديش وقت والله بس والله ما عندي وقت. رساله من لوزير الداخليه غدا هنكون معاكم ان شاء الله في حلقه قادمه.